السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم، معكم فادي الحسن. أنا هنا بحكي باسم جمعية نادي السلام حلوة. عندنا بروجرام له علاقة بالميجر أورينتيشن، توجيه تخصصي، ونفس الشيء بفرص عمل ولجنة الإحصاء والتوجيه. هذا كله هالشغل هو ناتج من هالثلاث بروجرامات اللي موجودين عندنا بالجمعية. وهالمحاضرة أخذت شغل منيح حتى قدرنا وصلنا لها، حتى جهزنا الماتيريال تبعها. بتمنى تستفيدوا منها. أول شيء بدي رحب فيكم واحد واحد وبشكركم على حضوركم، وإن شاء الله حتكون المحاضرة بعد ما نعملها مونتاج نرجع ننشرها مشان اللي ما حضر يستفيد منها. بدي رحب بالإكسبرت اللي معنا اليوم، اللي هني نحن نقيناهم بطريقة مركزة على فكرة، مش كبار بالعمر، قصد حتى يكونوا قريبين قراب على أعمار الخريجين، ونعطي أمثال حية للشباب إنه نحن للشباب والصبايا إنه نحن قادرين نوصل. ما أنا شغلي ما أنا صبري، وحيكونوا قريبين منكم كمان بالفكر. يعني أيمن عياش، شركة نيتويز، الأستاذ عمر سلوم بيشتغل أوت سورسينج، بكر فران هو بيشتغل بشركة دي ار اي بي بي، بلال أبو زيد عنده شركة أوان سوفت، حسن شعبان كمان بيشتغل أوت سورسينج بكذا مع كذا شركة، حسان حمود حاليا بلش شركة ميتا فيسبوك، عندنا كمان الأستاذ ماهر عبد الرحمن غني عن التعريف، هو رئيس قسم المعلوماتية بالـ LIU فرع عكار، وكمان منسق بعدة معاهد، وأكيد حضوره معنا كمان مشان يعطينا فكرة عن المناهج اللي عم تنعطى وشو لازم ينعطى. كمان مثل بقى طارق حيدر، الأستاذ طارق حيدر هو بشركة بيتك، كمان الأستاذ حسن الحلبي هو اللي حيعطينا كيس ستادي اليوم، هو كمان مع شركة انتراكتيف لايف. هلأ اليوم إن شاء الله حيكون بس منهج المحاضرة حنورق بالمحاور واحدة ورا واحدة. بتمنى تشاركوا، توقفوني حتى الإكسبرت كمان حيعطوا إضافاتهم عند اللزوم يعني، وأي واحد عنده سؤال يسأل مباشرة. أوكي، مثل ما قلت لكم، واحد يسأل يرجع يسكر السبيكر بس مشان التشويش، لأن ما شاء الله العدد كبير. طيب البلان تبع المحاضرة اليوم، اول شيء انترودكشن، بتعرفوا نحن جماعه الكمبيوتر بنبلش من الزيرو على طول. انترودكشن عنا، ليش عملنا المحاضره، بعدين سوفت وير ديفلوبر ماركت، سوق العمل، معلش اللي هي برزنتيشن بالانجلش بس انا حاحكي بالعربي مشان الحاجز اللغوي، والكلمات الصعبه حتلاقوها بالانجليزي بالمترجمه بالعربي. كمان بدنا نحكي عن الانجلش لانجويج دي اهميتها، بعدين الاساسيات اللي لازم واحد يتعلمهم، بعدين شو في عندنا اختصاصات، وشو في عندنا معرفة متقدمة، يعني شو لازم نعرف شغلات زيادة عن غيرنا. كمان شو في تريننج متوفر بالأسواق، أكيد عم نحكي بعكار وبلبنان، كيف بلاقي شغل، وآخر شيء كيس ستادي حيعطينا يا أستاذ حسن بآخر المحاضرة. هلأ أول شغلة، ليش عملنا هالمحاضرة؟ الحقيقة نحن بهالبروجرامات اللي حكيت عنهم بالجمعية كتير عم بيجينا أسئلة، أنا بالذات يعني أسئلة كتير عم تجيني، مشان هيك حاول جاوب عليها بالمحاضرة. أكيد التلميذ يا شباب، خصوصي الخريج جديد أو لساته هلا، عم يسأل كتير أسئلة، منها مثلا هل أنا بعرف هو كافي لسوق العمل ولا لا، كمان عم يسأل شو لازم أتعلم أنا، يعني شو ناقصني حتى أتعلم حتى أكون أنا جاهز لسوق العمل حتى تاخذني الشركات. وين في تريننج يا أستاذ؟ وين فينا نعمل تريننج؟ كمان كيف بدي ألاقي شغل؟ وين الشركات؟ واي لغه اللي بتقول لي اتعلم انا يا استاذ؟ بعتقد هذه الاسئله الخمسه عم تبرم براسكم كلها سوا، يا كلكم يا 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 كلها يا معظم. ان شاء الله بهالمحاضره حنجاوب على الاسئله كلها، واذا في عندكم اسئله زياده كمان. ولا شك يا شباب، اول بارت انا حركز عليها اكثر لان هي الاهم. هلا اول ثاني سبب يا شباب، حاله الاحباط اللي موجوده بالبلد، الشعور هيدا، والسبب انه وضع احسن شيء هلا موجود بالماركت حاليا، يعني بكل الاختصاصات الموجوده اكثر شيء عم يشتغلوا هن جماعه البروجرامينج والسوفت وير ديفلوبمنت.
بكل الاحوال هلا احكي لها هذه الامور حنعالجها ان شاء الله. كمان يا شباب عم نواجه مشكله نحن بالتريننج سنتر اللي عندنا بالجمعيه، وبشكل عام حتى بكل شيء عم يعمل تريننج بالبلد، كل الشركات عم بتواجه هالمشكله انه ما عنده صبر. هالتلاميذ اللي عم يتخرجوا او هالتلاميذ ما حدا عنده المثابره، انا ما بدي اعطيها اسم غير انه عدم المثابره او اذا بدكم عدم الصبر، لا الجلاده، ما عنده ما انه جلود، انسان ما انه جلود. يعني بتلاقي ببلش بالدوره يوم يومين ثلاثه بيتجر وبيتركها. يعني مثلا عملنا دوره فيو جي اس بالجمعيه مجانيه على فكره، واستاذ كثير محترم وكثير متابع، تخيلوا 30 واحد تسجل بالدوره ورفضنا تقريبا 30 لانه ما بقى في معنا مجال. اخر الدوره ما دل حدا، دل شيء تلميذين ثلاثه اللي كفوا بس. ونفسي استاذ حسان حمود عمل الدوره بالجانجو كثير رائعه، كثير رائعه على فكره، ونسيتها مسجلة. كتير عطى شغلات ادفانسد، ومع هيك مع الأسف التلميذ ما تجاوب لدرجة إنه هو أساس حسان يعني حس حوله ما بقى حابب يكفي، وأنا مثله يعني، مع إنه أنا عندي خبرة أكثر من 20 سنة بالمجال وكنت عم بستفيد من هالدورة كتير على فكرة، بس مع الأسف التلميذ أو الشباب ما أو الشباب والصبايا ما عندهم جلادي للتعلم، وهذا موضوع بدنا نعالجه ما في مجال. لانه هذا نقطه هذا المفتاح الاساسي بالاشكال اللي عم نعيشه. الشغله الرابعه، السبب الرابع يا شباب ليش عملنا محاضره، انه في عندنا هيوج نمبر من عدد هائل جدا من فرص العمل، ومع الاسف كثير منها ما عم لاقي لها حل. يعني شيء بحزن، يعني كثير انا عم تجيني برنامج فرص عمل اللي عم بحكي عنه، عم تجينا فرص عمل كثير وما عم نلاقي حدا مناسب. كمان هلا بعد شوي بنحكي ليش. يعني برجع بعيد، عندي اربع اسباب: الاحباط، قصه عدم جلاده التلاميذ اللي كثير عم تزعجنا وعم تزعج كثير ناس من اللي عم يشتغلوا بالمهنه، حتى الاساتذه بالمدارس يعني الاساتذه بالمعاهد، وقصه الاحباط انا بقول فكره وضع البلد مؤثر زيادة عن هيك انه التعليم اونلاين ما نجح عندنا بالبلد و الى اخره. كل بشكل عام هلا هذا هو اسباب المحاضره. هلا في عندنا تحدي يا شباب، عندنا اول شيء الخريج او عدم الخريج على فكره، بدي الخريج اللي بيتخرج من المعهد او من الجامعه، او حتى قسيته هلا عم يتعلم، او حتى قسيته اول سنه، ما بس هيك، او حتى مهتم بهالموضوع هو ما متعلم ابدا كمبيوتر. وفي عنا تلميذ قسم ثاني على فكره وقسم اول، وعلى فكره عنا تلميذ بريفي، واستاذ حسان حمود بيعرف هالكلام، استاذ تلميذ بريفي على فكره فات معنا بدوره الجانجو، وكان انا تحدي شخصي لالي على فكره، وكفى الدوره كلها وكان عم يعمل كل التاسكات على فكره. يعني ما ضروري واحد يكون خريج كمبيوتر حتى يمشي بالمهنه على فكره. مشان هيك الخريج او غير الخريج، في اول شغله بده يعمل عنده رود ماب، بده يعمل طريق. هالطريق بده يبلش بتريننج، هالتريننج يا بيعمله هو، يا بيعمله بشركه، يا بيعمله على حسابه يعني، او بفوت بدوره عم تنعمل هلا بعد شوي بحكي لكم عنها. بعدين بصير بفوت بياخذ فرصه عمل، بصير هو سيتو فريش او سيتو جونيور بقلب الشركه، بعدين بصير سينيور، صار انسان خبير. بدي اقول لكم يا شباب، وهيدي نقطه كثير مهمه، انه انت قبل ما تبلش يعني الفاز اللي على الشمال، انت هون عم تبرم على عمل. اوكي، متى ما دعست باول شركه يا شباب ببلش العمل هو يبرم عنك. يعني انت يا شباب، انت هلا عم تعيش بفكره انه انت عم تعاني حتى تلاقي شغل، بس متى ما لقيت اول فرصه والقطه اتاكد اكيد انه صار الشغل هو بده يركض وراك. وانا بتمنى من الاكسبرت اللي معنا اذا انا عم غلط باي شيء يقولوا لي، او اذا عندهم اي اضافه. صدقوني يا شباب، متى ما اخذت اول فرصه بتلاقي انت ما بتلاقي الا مين عم يدق لك، ما بتلاقي الا الفرص عم تجيك لانه صار عندك خبره. اوكي، هون القصه اللي عم برمع له، ومشكله الشركات الوول اللي شايفينه بالنص يا شباب، هذا العائق الاساسي اللي انتم عندكم اياه. شو يعني؟ يعني انتم متى ما تخطيتوا هذه المرحله الصعبه والباقي صار سهل. وانتم هلا معظمكم هلا يا شباب بالبارت اللي قبل الحيط، اللي انتم هلا عم بدكم تشتغلوا على نفسكم حتى تصيروا جاهزين لسوق العمل. وهذا الموضوع يا شباب هذا ما حدا مسؤول عنه الا انتم. ومع الاسف يا شباب نحن عم نعاني من مشكله كبيره، انه التلاميذ معوضي على الغنج. يعني الاستاذ هو بده يعمل هوم ورك عنه، هو بده يعمل مشروع عنه، هو بده يفهمه الماده، وهذا اكبر خطا تربوي يرتكب في لبنان وبكل العالم على فكره. التلميذ لازم يبلش يتعود على نفسه. شو السبب؟ بهيدي المهنه يا شباب، لانه انتم متى ما فتوا بتلاقوا كل يوم تطلع تكنولوجيا جديده وكل يوم لغه جديده، اذا ما انك متعود تعتمد على نفسك كثير صعب تقلع بهالدومين، كثير صعب. مشان هيك بدي منكم من هلا يا شباب ما تنطروا حدا يساعدكم، انتم بدكم تساعدوا حالكم. فهمتوا علي شو عم بحكي؟ انتم بدكم تساعدوا حالكم.
اوكي، لانه هذا الموضوع هو حدا سيته ناطر بالبيت، حدا يدق له. اوكي شباب، يعني بدنا نبلش نفكر انه صحيح نحن هلا عم نعاني صعوبات، بس متى ما قطعنا هالحياه يا شباب صار كثير الموضوع سهل علينا. مشان هيك بدك تشد حالك، بدك تعمل تريننج مرتب، بدك تقوي السي في تبعتك، بدك تشتغل على حالك كثير منيح. وهلا بنحكي كيف. حدا عنده سؤال؟ اوكي طيب، البارت الثاني يا شباب اللي هو سوق العمل، سوق العمل متغيرات بعد أزمة كورونا. شوفوا الحقيقة يا شباب، مش أزمة كورونا هي السبب، بس يعني الأمور بلشت بعد، في شغلات كورونا هي السبب وفي شغلات ما قال عليها بكورونا، بس كبرت بعد كورونا. يعني كورونا كانت ضارة نافعة بنفس الوقت، خصوصي لاختصاصنا نحن. أول شغلة يا شباب، فتح الأونلاين ووركينج بشغل كتير كبير، وأكيد هذا الشيء ملاحظينه بدون ما أنا أحكي، ما حطول كتير هون لأن أنتم حاسين بهالموضوع، انه كثير الشغل اونلاين يا شباب فتح، صار واحد وقعد بلبنان عم يشتغل بشركات امريكانيه، بشركات سويسريه الى اخره. وهذا يا شباب وفر كثير مصاري على الشركات، مشان هيك هذا الباب ما بقى يتسكر ابدا والله اعلم، لانه اللي استطعم بتوفير المصاري يا شباب ما بقى يقدر يرجع بالامر. يعني هلا صار بلا انت تشتغل واحد من امريكا معاشه 100,000 يورو بالسنه، صوت بتشغل واحد يمكن بلبناني ب 40,000. اوكي اللبناني بنفسه قالوا هذا مبلغ ضخم، هذا على فكره هذه استراتيجي موجوده بكل الشركات صح. مشان هيك هذه الفرصه كثير فتحت لنا. كمان يا شباب طلعت موضوع الويبينار. بتعرفوا الشركات بالاول يا شباب كان اذا بدها تعمل مؤتمر تعزم الناس، تبعث لهم دعوات، تكت طيران، كلفه اوتيل كذا، كثير كانت تكلفه. هلا ويبينار ما بكلف شيء ابدا، يعني بتحجز على منصة تصدقوني ما أكثر من $100، بتحجز منصة للويبينار ما بكلفك أكثر من $100، ولا بتدفع لا تيكت ولا بتدفع أوتيل ولا هالخبريات ولا تاكسي حتى توصل ولا مواصلات. مشان هيك كمان هذه هالتكنولوجيا الويبينار، حتى نحن الأونلاين ميتينج اللي عم نعمله هلا هو كله هذا ثمرت شو؟ ثمرت أكيد أنا بدي ركز على موضوع الديفلوبر. هلا كمان يا شباب الفيرتواليزيشن التكنولوجي اللي هي هلا اللي كانت هلا عم تعمل، هي اكيد قديمه هالتكنولوجيا بس كثير هلا بلشت في شركه ميتا الفيسبوك اللي فيها، هلا استاذ حسان اكيد اخذ جوب اوبورتونيتي فيها نفسها، كثير كمان هذه عم تعمل فرص عمل يا شباب. فيرتواليزيشن مثل الميتا ميتا الميتا ميتا فيرس والشغلات، لما بنعمل يا شباب ديجيتاليزيشن الشركات كل المؤسسات بالعالم هي كمان قديمه، هلا كل بشكل منو طبيعي. السعودية عملت نهضة خلال 3 سنين سبقت دبي على فكرة، وشركة نيت ويز هي من الشركات الرائدة بهالموضوع واللي كتير عم تشتغل بهالموضوع تطوير الوزارات. يعني أنا هلأ بلبنان دعم عوني نحن هلأ من أننا نعمل الباسبور، ودعم عوني حتى نعمل إخراج هاد، هذا كله ما بقى فيه منه، صاروا كله على الأونلاين. هذا يلا نحن نوصل هيك، وهذا يمكن يخلق فرص عمل بلبنان وبيخرج لبنان لو سمحتوا بكره يا شباب لو سمحتوا. اوكي طيب، كمان الداتا ساينس يا شباب كمان كثير عم يزيد، هو علم قديم جدا على فكره كثير هلا زيد. وهذا الداتا ساينس يا شباب كثير داخل له هلا الماشين ليرنينج، وكثير بنصحكم فيه اذا حدا عنده جلاده على الريسيرش هيك كثير اختصاص حلو، وانا حاليا عم بشتغل بهالدومين كمان. وفي عندي كمان عفوا في عندي دومين هون نسيت ما حطه، هو اكيد الكريبتو كرنسي كمان كثير اخذ رواج كمان بعد كورونا. كثير هدول يا شباب هالانفتاح بالسوق هذا كثير خلق فرص عمل. ما بعرف اذا حدا عنده اضافه من الاكسبرت شغلات انا ما انتبهت لها. اوكي طيب، يعني هذا يا شباب هالماركت هذا الانفتاح الواسع اوعى تفكروا بالعكس حيزيد بطريقه اكسبوننشال، يعني حيزيد بشكل مو طبيعي، وهذا انا اتوقع علم عند الله ما حدا بيعرف، بس اذا بدل السوق هيك الفرص عمل شيء لا يتخيله العقل بلبنان وبخارج لبنان. اوكي واكيد اكيد يا شباب الفرصه اللي كثير عم بتصير لعاب الناس وكثير هي عم بتبقى، اكيد نحن عم نبرم على فريش دولار، كل الناس عم تبرم على فريش دولار لانه بتعرفوا القبض باللبناني عندنا كثير مزعج. مشان هيك اكبر فرص هي بالفريش دولار هي بالاختصاص تبعك. ماشي الحال، واكيد هذا حكي ما بدي زيد عليه لانه انتم كلكم اللي بتسيبوا اصلا. بنتقل للبارت اللي هي الانجليش لانجويج. شباب ما بدي بالغ بالموضوع، في شركات ما بتطلب انجليزي كثير يعني في لبنان وهيك ما أنا مشكلة، بس يا شباب مفتاحك حتى تنجح هو الانجليش reading and writing speaking and listening. ماشي الحال،
يعني انا ما بس بدي احكي، لانه انتم بس تفوتوا بشركات بدكم تعملوا اجتماعات، بدك تكون سبيلينج بالانجليزي، بدك تحكي بالانجليزي، بدك تسمع، مش هناك لما بيعملوا معك انترفيوهات كثير بهمهم انك تعرف انجليزي، بدك تشتغل حالك على بتشتغل على الانجليزي. هلا انا مش عم احكي بالمريخ يا استاذ، كيف بدي شو شغله بايدي؟ حاعطيكم انا مفاتيح هدي بعد خبره مع تعاطي مع التلاميذ وشو خبره شخصيه، وهلا ان شاء الله الاكسبرت بيساعدوني بالموضوع. شباب في عندكم ابلكيشن موجوده كلها مجانيه على فكره، وفي عندكم يوتيوب شانل، انا بنصحكم بتطبيق اسمه طليق، هو عندكم كان على الاب على 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 الابل على على الابل او كان على على الاندرويد، بينزل على تناسب. هذا بنصح فيه للمبتدئين، كثير رائع هذا التطبيق، بيساعدكم من الزيرو، بيعلمك كيف تسال سؤال، طريقه التعليم تبعته كثير بروفيشنال، كمان في ديورينجو منيح، بس هذا انا كثير عجبني. كمان هذا التطبيق كثير بنصحكم فيه، بينزل مجاني، تعملوا له اكتيفيشن. حقلكم شغله، بيعطيكم كل يوم درسين ببلاش، اذا بيكون اكثر بيكون تدفع، انا بعتقد درسين باليوم بكفوا، بس اذا بده حدا معه مصاري ما في مشكله. اوكي، كمان عندي يا شباب عندي قناه كثير لقيتها حلوه على النت اسمه متعة التعليم للأستاذ محمد سلام، كتير رائع هالقناة، بتعرض عبارات من أفلام أمريكية، لأنه يا شباب لكم speaking تتعلم بالليسنينج، سمعتوا writing نتعلم بالreading، بينما speaking بنتعلمه بالليسنينج بالاستماع. أوكي، بشراك متعة التعليم بتعلم بالاستماع، يعني بتسمعك مقاطع من أفلام أمريكية وبتعد لك إياهم، بتعد لك إياهم، بتحس يا شباب بتحضروا فيديوين، بعدين بتلاقي حالك لوحدك عشان تسمع وتفهم، بعدين بتلاقي حالك انت في تطور ملموس فيه، مش هيك تتحمس اكثر. اوكي، يعني كثير بنصحكم بهالاثنين تولز مشان التعلم الانجليزي، اكيد اللي معه مصاري اللي يحمل دورات ما في مشكله يعني، بس انا بعطيكم شغلات متوفره وما انا بمصاري. لكن يا شباب كمان هذه ليست للشانل بروفيشنال، هذه انجلش بيور كثير مهمه. كمان في عندنا شاب معنا بالجمعيه اسمه عبد الرحمن عبد الله، اشتغل عليها كتير وكتير هو مختص بالموضوع. هدول تشانل كتير بروفيشنال بالانجليش، بيعلموا الانجليش. اوكي، كمان ببقى ببعث لكم بالماتيريال. بدي منكم يا شباب من هلا على الاقل كل يوم تشتغلوا ساعه انجليزي على الاقل، لانه هذا موضوع كتير مهم. ماشي الحال، واتفقنا انه انا قلت المروي هيك بدي اشيلها على جنب. اوكي، وبس تلاقي حالك انت عم تتحسن انت لوحدك بتتحمس يا شباب. اوكي، طيب بدي انتقل لموضوع ثاني، البيزكس. البيسكس يا شباب، اول شغله بالبيسكس الشغلات اللي انا شو بيقول لي انا شو لازم اتعلم، في عندك امور بيسكس لازم تتعلم. اوكي، قبل حتى ما تدق باب بالشركات يعني. اوكي، شو هن؟ اكيد اتفقنا اول شيء الانجليش، ما شوي حكينا عنه ما بدنا نعيد. ثاني شغله يا شباب الالجوريثم اند داتا ستراكشر، هذول المتين هن كثير صعبين على التلميذ مع الاسف لعده اسباب ما بدي احكيهم هلا، وهن مفتاح الالجوريثم، هو المفتاح يا شباب. هلا من حكينا يا شباب عن الانجليش وعن داتا ستراكشر والالجوريثم، هلا حاعطيكم انا كيف تتعلمون. اوكي، بعدين يا شباب عندنا HTML جافا سكريبت وسي اس اس، بكون تتعلمون طريقه كثير منيحه وانتم عم تتعلمون بالمعاهد، يعني الموضوع ما انه كثير عليكم صعب، يعني اخذين انتم البيزكس. وبالمناسبه مو بعرف اذا استاذ ماهر معنا ولا لا، شباب ما في جامعه بالعالم بتعلمك كل شيء، بتعلمك مفاتيح، يعني حتى اللي تعلمته بالمعهد او بالجامعه بدك تشتغل اكثر، بدك ترجع تكفي انت الشغلات الادفانسد. اوكي، كمان يا شباب الداتابيز اس كيو ال بالاجمال التلميذ ما عنده مشكله بهالدومين، لانه عم تتعلم كثير منيح والتلميذ قويه فيها بالمبدا الكويري وهالامور، يعني بالمبدا اللي بتعرفوه بالاس كيو ال والداتابيز مقبول، يعني كان بالاوراكل او بالاس كيو ال سيرفر الى اخره. وكمان بتشتغل شويه حالكم ما في مشكله. الاوبجكت اورينتد كونسبت هي يا شباب، انا والله انا لاني انا بعلم هالمادة من شي مش 20 سنة يعني كتير، بس مش بروجرامينج، بعلم UML. الشباب الأوبجكت أورينتد كونسبت لازم يكون التلميذ متمكن فيه، ما في مجال يعني. يعني شو يعني inheritance، شو يعني object، شو يعني class، شو يعني method، شو يعني feature أو properties أو attribute، شو معنات polymorphism، شو معنات هدول المفاهيم يا شباب كتير مهمين. شو معنات انترفيس، كيف بستعمل الانترفيس، ليش الاريتاج موجود، ليش الانهيرتنس موجود، ليش براتيكمو موجود. اوكي، مش بس الريوتيليزبيلتي على فكره، في كتير امور لازم تتعلموها.
ما بعرف اذا انا شي يوم بعمل محاضره عنها، بس بعمل لها ريكوردينج عشان ما اضيعكم وقتكم. بس صدقوني يا شباب، ما تروحوا على انترفيو وما انكم متمكنين بالاوبجكت اورينتد كونسبت، اوعوا، لانه بده يسالوكم فيما في مجال. اذا ما بتعرفون كيرسي، اوكي، هذه لشخصيتك ما منيحه ابدا، بدك ترجع تتمكن فيهم. انت عاده بالتطبيق بالمواد باللغات البرمجي تتمكن فيهم، اوكي، بس لازم يا شباب ما تقطعوا الاوبجكت اورينتد كونسبت الا ما تكونوا فاهمين كله. اوكي، الكول الانكابسوليشن معناها كثير بسيطه، مع الاسف التلاميذ ما بيعرفوها. البوليمورفيزم لها تطبيقات هائله على فكره، ومع الاسف كمان التلاميذ ما بيعرفون. يعني هذا موضوع كثير بدي اياكم تتمكنوا فيه، مع انه هذا على فكره ما بدي اقول لكم بروجرامينج قد ما هو مفاهيم بس. اوكي، الشغله الثالثه السيتس يعني فيكم تعتبروها هي بيزكس وادفانسد اذا بدكم، هي الجيت اند جيت هاب. يعني ما معقول واحد بيشتغل بدومين البرمجه وما بيعرف الجيت واند جيت هاب. الجيت اذا بدكم الجيت هاب هو يا شباب منكم حاول اعملوا بحث عنه ما في مشكله، بس هو اذا بدكم قريب على على الفيسبوك اذا بدكم، او على اللينك ان، بس خاص بالمبرمجين. اوكي، تعمل ابلود للكود تبعك وهكذا، في 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 حدا يشرف لك عليهم وهكذا، بتعمل شير للكود تبعك على الانترنت. يعني لازم تفتح اكونت فيه، هذا ضروري. كمان يا شباب بدي اعطيكم كورس، انا مش ما احكي حكي بالمريخ، بعطيكم حلول على طول، حلول تطبيقيه. هذا يا شباب الرابط اللي طلع قدامكم بالاحمر، هذا رابط لليوديمي، هذا عملته الاس اي فاكتوري، كورس مجاني على اليوديمي. على فكره منصه اليوديمي منصه كثير مهمه، واذا بتحط شهاده منك على السيرتيفيكيت على السي في تبعتك كثير مهمه، على فكره هذه عالميا معروفه، كل جامعات العالم بتتعامل معها. اليوديمي بتفوت تعمل اكونت فيها وبتفوت تحضر هالكورس هذا، بتعمل له تطبيقات، بتمشي فيه على فكره في تاسكات وهوم وورك مع بعض، ما فيك تكفي الا ما تخلص الستيب اللي قبله. اللي بدي اقول لكم اياه يا شباب انه اعملوا هذا الكورس، بيعطيكم كل شيء حكيت عنه قبل، فهمتوا علي؟ كثير مهم تعملوا هالكورس. يعني اللي ما بده يعمل دوره عند حدا يعمل هالكورس، اوكي؟ هلا انا بعد شوي حاحكي لكم وين فيكم تعملوا تريننج. كمان في الاستاذ حسن اعطوني هذا الكورس، هذا يوتيوب كمان بجامعه هارفرد، جامعه معروفه كثير. بتفوتوا عليه او بتفوتوا على الجامعه بتعملوا له ابلاي يعني، كمان فور فري، اوكي؟ كمان هذا كمان عن لو برجع بعيد انه الماتيريال اللي حابعت لكم اياها هذه البرزنتيشن، حتى ما حدا يقول لي يعني كلها حتوصلكم ان شاء الله، ما تعطلوا هم يعني. حدا عنده سؤال؟ اوكي، انا على فكره عندي مبدا على طول، بس ما يكون في سؤال معناتها ما حدا سمع. يلا بعينكم الله. هال بس ثاني كمان وضع شغله بهارفرد باللينك تبع هارفرد. اوكي، هارفرد هو الكورس موجود على ويب سايت، بس اذا بدك تعمل تاسك تبع هارفرد تعمل تاسك فيه بتاخذ شهاده وتدفع مصاري، بس غير هيك مجاني كل شيء، بتحضر الفيديوهات والتاسكات كلهم مجاني، بس اذا بتاخذ شهاده بتدفع مصاري فقط، هذه هي. اوكي اوكي، شكرا استاذ حسن. حتى بعتقد اليوديمي نفس الشيء، انه انت بتعمله، انا ما متاكد اذا اليوديمي هذا الكورس فيك تعمل فيه لايسنس، بس على كل حال هلا بعد شوي حارجع لليوديمي للتريننج. شكرا يا استاذ. هلا الميجر الاختصاصات والشغلات المتطوره لازم نتعلمها. هلا بعد ما نخلص البيزكس ونتمكن منه مظبوط، بعدين يا شباب في عندنا شو الميجرز الموجودين. في عندنا باك اند، في ناس بتختص بالباك اند على فكره، بس الباك اند والفرونت اند انتم بتعرفوا الابلكيشن في عندها يوزر اللي هي انترفيس، يعني فيها البطن، فيها بقلبها تشارت، في بقلبها ريبورت، كل هالامور هذه من ناحيه اليوزر. والباك اند بعتقد هذه الشغلات انتم بتعرفوها، والفرونت اند هي ناحيه السيرفر اللي هي عاده بتكون البروجرامينج بيور. اوكي، هونيك بتلاقيها انترفيس البروجرامينج تبعها بالمبدا اسهل، فيها قريبه على الديزاين اكثر. اوكي، بعدين عندي الفول ستاك. الفول ستاك اللي هي حقيقه باك اند وفرونت اند. اوكي، هذول اختصاصات، يعني اذا انت قريت عم تقرا عن شغل هذول موجودين بتلاقي شو يعني باك اند، بيقول لك مطلوب باك اند كذا كذا، فرونت اند، فول ستاك، هيك معناتها. سكرام يا شباب هي طريقه ببناء السوفت وير، صوت هلا كثير معتمده، طريقه لاداره البروجيات، الميتينج، هالامور هذه كمان، هذه ما انا كثير صعب يتعلمها على فكره وتطبيقها، بس كمان هي عباره عن بروجرامات بتعتمد مبدا سكرام. مع الاسف كنت اتعلم ماده سوفت وير انجينيرنج وانا كنت اعلمها كمان، كنت كثير مهمه، مع الاسف لغوها، مع الاسف هذا عم بحكي بالمهني بالجامعات ما نفترض لغوها. كثير مهم السوفت وير، ماده السوفت وير انجينيرنج كثير مهمه تاخذوها، بس مع الاسف ما بعرف قديش معكم وقت عليها. المهم عندي كمان الويب اي بي اي، عندي الكواليتي اشورنس، اذا فيكم تعملوا كود شباب الكود ما مين ما كان بيعرف يعمل كود على فكره، حتى الكود اللي بيعمل نفس النتيجه ما معناتها هو صح.
اوكي في كتير امور بالكود بتاخد البيرفورمانس، بتاخد الكومنت، بدها تتاخد يعني كتير امور بدها تتاخد بالفيرجن مانجمنت، كتير امور بدكم تاخدوها بعين الاعتبار. اوكي كمان فيكم تعملوا الماشين ليرنينج، كتير بنصحكم فيه اذا هي بتمكن وبحب يفوت بالبروجرامينج. على فكره البروجرامينج تبعه مو صعب بس بده عقل ريسيرش كبير. اوكي كمان عندكم المايكرو سيرفيس كمان كتير عم تنطلب. كمان هدول الامور ادفانسد ما عم تعلموهم كلهم، بس اضعف الايمان ان انت بدك تعرف حالك وين رايح. هلا بقول لك كيف تعرف حالك وين رايح، وبعدين بتبلش تختص بموضوع. ما ضروري يا شباب انت تروح تختص بالفرونت اند لافترض، يمكن بعدين تلاقي شغل بموضوع تاني على فكره ما له عليها. بس اضعف الايمان اذا انت قاعد ما عم تعمل شيء، اعمل كورسات بالفرونت اند مثلا او بالباك اند، قد ما فيك طور حالك مشان سيفيتك تقوى. كل سطر بتزيده بالسيفي تبعك هو انجاز. ماشي الحال؟ اوكي طيب كمان يا شباب عندي ويب ديفلوبمنت. اذا بتفوتوا على الشركات بلبنان بتلاقوا هي الاختصاصات تبع ويب ديفلوبمنت تو دو اس 3 دي جيم. الجيم كمان يا شباب عم يفتح شغل كتير منيح، لا عم يطلع ارباح عاليه، مشان هيك في دومين عمل حتى بلبنان بلشوا فيه. الاي كوميرس بلاتفورم كمان البيع اونلاين بتعرفوا بعد كورونا فتح. الموبايل ابلكيشن ديفلوبمنت هيدي اصلا موضوع قديم ولازال. وعلى فكره يعني في واحد ما يشتغل مع اي شركه يعمل ابلكيشن تطلع معه بفكره ثوريه، يعمل ابلكيشن بنحطها على ويستفيد منها يطلع منها مصاري. انا بعرف ناس كان ياخذوا يطلعوا تقريبا 40 دولار باليوم ورا ابلكيشن، ورا الاعلانات على ابلكيشن هو عملها. اوكي كمان عندي تشات بوت، عندي الاودو، عندي الديجيتال سيجنتشر. هدول كلها اختصاصات لشركات. ورك فورس مانجمنت اوبتمايزيشن، شباب الديجيتايز بقلب الشركات، الورك فلو وورك فورس بيفوتوا على الشركات بيدرسوا لها المانجمنت تبعها وبيطوروه. اوكي بتلاقي شركه فاشله او بيزيدوا البرفورمانس تبعها. هذا كمان اختصاص عم يشغل فيه بلبنان كمان في كثير شركات. اوكي هدول اللي مرقوا معي باختصاصات الشركات بلبنان عم بحكي. وكمان عندي ديف اوب. اوكي ديف اوب على فكره كثير قريبه على الورك فورس، بس كمان اختصاص كمان عم ينطلب بالسوق. اوكي هلا لانجويجز كمان كثير تلاميذ. في حدا عنده سؤال؟ اوكي لانجويجز هيدي الليستات الثلاثه ما اكيد ما حقراهم، الثلاثه اللي موجودين معكم كلها موجوده. جبتها هيدي من وين يا شباب؟ قلت لكم انا لها سنين عم نشتغل. جبتها يا شباب من فرص العمل اللي عم تنشر على لينكد ان بالشركات اللبنانيه، صرت جيبها وحطها. يعني انت يا شباب اكيد في probability اكثر، بعد شوي بقول لكم شو اكثر شيء عم ينطلب، بس انت شو حابب فيك تنقي وحده منهم وتفوت فيها. بالمبدا عم ينطلب الانجولار والرياكت، والرياكت كثير عم ينطلبوا، كثير عم ينطلبوا. بايثون كثير بنصحكم فيه. اوكي هلا اذا حدا من الـ من من الاكسبرت عنده اضافات بموضوع اللانجويج بتمنى تساعدني. كمان سويفت كمان عم تنطلب. اوكي اذا حدا عنده اضافه من الشباب يخبرني لو سمحت. السلام عليكم، معكم نعم عياش. انا بس هون عندي تعليق حاج لو سمحت، لانه هذا الشيء بوجع كثير مع الشباب الجديد. انه ما نخلط ما بين هلا هذه الليستات هي منها لغات، كلها هي لغات على فريم وركس على انواع داتابيس. فالشباب عندهم مشكله بالاصطلاحات، يعني بتلاقي مثلا بدماغ الشاب بتلاقي انه مختلط عنده انه البي اتش بي مع مع الاباتشي مع الانجينكس. ما لازم يكون الواحد لما يقرا عن تكنولوجي يفهم كل وحده شو هي، يعرف شو المصطلح عن شو عم يحكي. الويب سيرفر شيء، اللغه شيء، الفريم ورك شيء، الران تايم شيء. فيفوت بكل شغله بتفصيل. مثلا هلا انا بتوقع هلا اي حدا من الشباب الجداد اذا ما مر عليه ممكن يتوقع مثلا لما سمع منك كلمه انه مثلا والله رياكت عم ينطلب كثير، حيروح يبرم على شيء رياكت دغري. رياكت لما تقرا عنه اول شيء فهمه كيف راكب، رح تعرف تكتشف انه انت لازم تقرا اول شيء تكون فاهم جافا سكريبت، تكون فاهم اللغه كيف راكبه، انه هي انتربريتد لانجويج. اول ما بلشت على الويب بعدين صار في مثلا سبورت للنيتف عبر نوت جي اس، او مثلا بده يتعلم انجولار قبل يتعلم جافا سكريبت يرجع يتعلم تايب سكريبت بعدين ما يفكر بانجولار. نعرف انه هو مجرد فريم ورك. فموضوع الاصطلاحات وموضوع كل تكنولوجي نفهم يعني الساينس بيهايند ات اكثر ما انه
ذبح حالنا خلص والله الشيخ هو خد انا عطوا هو انا كلمة انا معك، انا معك، مع اني انا كاتب جوا فريم ورك، بس انا لازم اكتب بالتايتل هون، هظبطها ان شاء الله. لانجويجز اند فريم ورك، مثلا لا جافا لا انا ما جافافيس. قصدي، انا حتى لو كنت لا كاتبها، معك معك انا عم توقع اكيد تفكير اكيد الشباب، لانه اكيد بشوفها بعيني، اكيد. عندهم على فكره مشكلة على فكره بالصفحات. كمان نسيت ما قلتكم، كمان الفلاتر مطلوبه كمان، حتى مكتوبه هون لغويا غلط، بقى بظبطها. الجانجو هي فريم ورك على فكره. اوكي ايه يعني كثير كثير شغلات، ما انا مشكله، بس المهم انه اي دوت كلمه نت كور تشوفوها هون مثلا، اعملوا سيرش اوكي عنها، تمام افهموا تفصيله قبل ما تغوصوا فيها وتعتبروا انه في خلص. لغات منهم هون فرونت اند، في لغات، لانه في لغات منهم باك اند في كمان. شباب، يا حاج مثلا شفت بعيني، يعني مثلا مرق كلمه، مثلا اعطيك مثل حي، كلمه معه كلمه سوليد، بعرف سوليد هي سوليد برنسبل، هي نعم ابستراكت يعني كونسبت، ما انا كان احد الشباب مثلا فهمها انه هي مربوطه بلغه معينه، او يعني موضوع الاصطلاحات كثير كثير مهم بموضوع السيرش، موضوع لما يطلع معك مشكله بالكود تلاحقها او هيك. فبس حبيت اضيف هذا الشيء. اوكي، شكرا يا شكرا. استاذ. حدا عنده شيء مداخلة كمان؟ ماشي الحال يا يا شباب، استاذ، تفضل. انا عندي بس سؤال بشكل عام، بس بس قول اسمك لو سمحت. عبد الطالب، عبد الرحمن الضبي. تفضل. يعني كنت عم أقول بس إنه بخصوص الفرص، الشغل اللي بتنعرض وهيك، مثلا كخريج جديد في أكترية الفرص اللي بتنعرض بدها خبرة، يعني أكتر شيء، مركزين على الخبرة، وأنت كنت واحد خريج أول ما طالع، عرفت كيف؟ لك بده يا خبرة 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين. عبد الرحمن، انا اللي بشتغل بفرص العمل يعني بتطوع بفرص العمل اكثر من 20 سنه على فكره بدون مبالغه، يعني عندي خبره كثير بموضوع الفرص العمل. لك هني بيحطوا بدهم خبره بس ما على طول بيلاقوا، على فكره ونادرا ما يلاقوا، عرفت كيف؟ خصوصي بهالايام هيدي، مش هناك بعدين بينزلوا الليفل تبعهم وبياخذوا واحد انه شوي بيعرف لك بيقلع، فهمت علي؟ يعني كلمه خبره ما على طول بتغشك، هني بيحطوا بدهم خبره بس مش على طول بياخذوا ناس عنده خبره على فكره، لانه ما بيلاقوا. بعدين لا تنسى انه الانسان اللي عنده خبره شو؟ الانسان اللي عنده خبره معاشه عالي، يعني كمان هني بيحسبوها بياخذوها بعين الاعتبار. بس لما بيعمل معك انترفيو هو بيعرفك انت فريش، وانت مثلا افترض بده رياكت وانت ليك عامل بروجي رياكت على قدك، بيقول هذا له مستقبل معك، عرفت كيف؟ وبعدين هو هيعمل لك تريننج بالنهايه. يعني فهمت علي؟ يعني ما تكون حاجز كبير قصه الخبره، مع هيك انت لازم تشتغل على خبرتك. اذا بتصير لك خبره امرك وصبرك لله تمام، بس اذا ما بتصير لك خبره شو بتعمل؟ بدك انا هلا بقول لكم شو بتعملوا بالتريننج. لكم يا شباب هيدي كمان، التلميذ بس بده يتعلم لوحده، اذا عم يعمل دوره هو ماشي مع الدوره ما في مشكله. اوكي؟ بس يا شباب لما انت بتبلش بدوره الافترض رياكت او دوره فلاتر، انتوا يا شباب لما بتعملوها ببلش واحد فيها بعدين بمل، بيتجر، بيتركها، خصوصي اذا ما عنده جلاده يعني. بتعرفوا افضل طريقه للتعلم شو؟ انت باول ما تبلش كل واحد شو عنده شغف، مثلا واحد بيحب الازياء، واحد بيحب التعليم، واحد بيحب الرياضه، بيقول انا بدي اعمل بروجي عن الرياضه بالفلاتر مثلا، وبيبلش من اي تو زد، كل ما يطبق بيطبق بالبروجي تبعه، هون بحس في بروجرس، بيحب عم يعمل شغله بيحبها يعني. بس يخلص الفلاتر ويخلص البروجي تبعه، اول شيء هذا البروجي بكره انت بس تعمل انترفيو كثير اوقات بيقول لك فرجيني المشاريع اللي انت عاملها، بيكون هذا مشروع لك بالسي في تبعك. اوكي؟ شو بتعمل انت؟ بتفرجيه هذا البروجي، بتكون انت عم تعمل شغله بتحبها وانت ماشي معه شوي شوي، عرفت كيف؟ بتلاقي حالك انت عم تتطور، عم تعمل المشروع، بعد شوي يمكن بصير انت لك قلب تعمل مشروع تاني. زيد عن هيك لما انت بتروح تقدم على شركه انت قلبك قوي، بتقول اوف ما انا عملت مشروع لوحدي، شو المانع اني اعمل مشروع بالشركه؟ شفت كيف؟ بتكون عندك ثقه بنفسك اكثر. اوكي؟ طيب. اوكي ماشي. فهمت علي يا عبد الرحمن؟ يعني الموضوع، ما كثير تتعقدوا موضوع الخبره. انت الخبره فيك تصنعها بايدك على فكره. اوكي؟ بالاذن اكيد اكيد لا شك انه الخبره بتفتح لك مجالات كثير. بدون تفضل يا استاذ. كمان امين. موضوع اللي قلته كمان، في الواحد فيه يعرضه عن طريق يعمل بورتفوليو، ممكن يعمل ويب سايت صغير يعرض فيه المشاريع، كمان بتساعدنا كثير ناس بلشوا بالطريقه. هلا بعمل ويب انا سايت بورتفوليو ممكن فيه مشاريع. استاذ امين انا هلا انا بعد شوي بس فوت على اللينك اللين بدي احكي عن البورتفوليو ان شاء الله. هلا بترجع بتعقد هون. اوكي ان شاء الله. فهمتوا علي يا شباب؟ طيب هلا يا شباب الافيبل تريننج، هلا حتتفاجئوا يا شباب، هلا في ناس بتعرفي وانا بعرف في ناس هلا مشاركين بالمحاضره عم بيعملوا تريننج كثير مهم. شو عندنا تريننج معظمها ببلاش؟ في عندي اربع شغلات بدي ركز عليها.
اكيد في شباب، في شركات بتعمل ترينينج وبتدفع لك مصاري باللبناني. امبارح امبارح عرضت فرصه عمل، انا خبره تقريبا 1 يير، وهلا عجبتكم ببعث لكم اياها بس خلص. بيعطوكم عاش بشركه بطرابلس على فكره، بيعطوكم عاش اول شيء 3 شهور على 1.5 مليون بس، بعدين بلش تاخذوا فريش دولار. عرفتوا كيف؟ يعني في يعني بتعمل لك ترينينج، في شركات في شركات بتعمل بتعطي 3 مليون بفتره الترينينج، بعدين بتفوتك لعندي. يعني اول شيء بيشوفوا ببلشوا ب10 تلاميذ، بيخشي بنقوا منهم اثنين. وعلى فكره لو صارت لك هيك ما تقول، هيدي بافضل طريقه للتريننج على فكره، انك تفوت على شركه بتعمل تريننج عندي. اوكي؟ اذا ما صارت لك هعطيك اربع حلول هلا. الحل الاول، في عندك تريبلوري انتربرينر كلاب كثير مشهوره بطرابلس، في عندنا ليزر جمعيه اللبنانيه اللي دعم البحث العلمي، هلا بعد شوي احكي لكم عنهم، سوفت وير انجينيرنج فاكتوري اس اي فاكتوري بسموها، وفي عندي الكودي، هلا رح احكي لكم عنكم بالتفصيل. هلا اول وحده واخر وحده فور فري. اوكي؟ الليزر والاس اي فاكتوري في 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 تعرفي بس قليل. اوكي؟ طيب في عندكم يا شباب كمان الكودي زيادة عن انا بس ببلش، كمان هي بتعطيك مصاري، بتعطي 120 دولار بالشهر. اوكي؟ مصاريف لعلك. اوكي؟ هلا بس تعليق، انا حسب معلوماتي وقفوا يعطوا في معصود، كنت بدي اقول هالشغله انه وقفوا يعطوا بس مش على الاكل. هلا هلا بقول لكم بعد شوي، بس على كل حال بيعطوك لابتوب، اذا بعت اللابتوب تبعك بيعطيك مصاريف، يعني بصير بيعطوك لابتوب لك كمان. عرفتوا كيف؟ يعني ما بس بيعطوك بوكيت ماني، بيعطوك لابتوب كمان. هلا بالنسبه لتريبولي انتربرينر، هذه الدورات اللي بتعمل اللي بيعملوها كمان هي ببلاش، هذه الدورات اللي بيعملوها عاده، فيك تفوت تعمل ساين اب عندهم وتقدم عندهم، اكيد مش كل يوم بيعملوا دوره يعني، بس حسب الافيلبل عندهم، بصير اسمك ريكورد عندهم بس يعملوا دوره بيحكوك. اوكي؟ كمان يا شباب عندي ليزر، ليزر يا شباب بتعمل فيه بتعمل فول ستاك ديفلوبمنت، في كمان اوقات في استاذ مشهور كثير اسمه استاذ روني رزق، كمان هو بيشتغل معهم. في حتى شباب هلا عم تسمعني كمان عم تعمل دوره معه، في ناس منه الاستاذ حسن بتاد عمل دوره معه كمان هلا، اكيد له فضل عليه بهالدوره كمان. في كمان ينصح فيها هيدي هون، بتعملوا هون بتفوتوا بتعملوا الابلكيشن على هذا الرابط اللي طلع قدامكم بالازرق. كمان يا شباب ثالث شيء الاس اي فاكتوري، كثير بنصح في الاس اي فاكتوري، اسمعوا شو قلت، كثير بنصح فيها. عندها تريننج لاثنين سيشن، اول سيشن اللي هي البيزكس بتفوت بتعمل دوره، والرابط اللي حطيته من شوي من يوديمي هو هي اللي بتطلبه منك الاسي فاكتوري، الاسي فاكتوري بتعمله حرفيا يعني. بتطلب منك انجليزي خفيف وبيعملوا لك انجليزي، بس ما فيك تعمل الدوره الادفانسد الا ما تكون انجليزي كتير قوي. اوكي؟ يعني البيزكس فيك تعمله، بس الادفانسد بدك يكون عندك انجليش كتير قوي، واكيد بيكون عندهم انطباع عنك كتير قوي، بيعملوا لك امتحان على فكره بالبارت الاولي. اول بارت 6 اسابيع، ثاني بارت 14 اسبوع. كثير بنصح بالاس اي فاكتوري. اوكي؟ يعني انا عم بحكي بالامانه يا اخوان، فهمي علي؟ هون كمان هم على هذا الربط بتعمل ابلاي عندهم، بتصير اول دوره بيحكوك. اوكي؟ كمان يا شباب عندي الكودي، كمان الكودي كثير 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 بنصح فيها. اوكي؟ كثير الكودي مهمه، كمان فري وبيعطوا بوكيت ماني زياده عن هيك لابتوب. هلا عم لي حسن انه بوكيت ماني وانا معي خبر هالموضوع، نسيت هلا ما اخذوا قرار فيه، بس على ارجح حكي بالله. المهم يا شباب، بس كمان تو ما بيطلب مكان الكودي يا شباب، بدك تثبت لهم ان انت قادر تكفي الدوره، ونفس الشيء الاس اي فاكتوري، لانه ما بدهم يفوتوك على الدوره ويعطوك مصاري وتحجز محل على الفاضي، واخر شيء بالنص الدوره تترك. شايفين كيف؟ مشان هيك بيعملوا معك انترفيوهات حتى يتاكدوا انه انت قادر تكفي، اذا بيعرفوك مرتبط بمحل ثاني ما بيطلبوك. تلميذ جامعه ما بياخذوك، بدك تقول لهم انا مخلص عم بشتغل بارت تايم بمحل ثاني ما بياخذوك، بدهم ياخذوا واحد متفرغ لانه الدوره كثير صعبه. من 8 للساعة من 8 لل 5 فلاحة. اوكي؟ أول شهرين مثل ما فهمت من الشباب إنجليزي بيور، بتطلع بروفيشنال بالإنجليزي، تخيل شهرين منها إنجليزي. بعدين بفوتوا لك بالبروجرامينج، آخر شيء بيعملوا لك هني سي في، على فكرة نسيت ما أحكي الأس إي فاكتوري هي بتأمن لك وظيفة، انتبهوا هي بتأمن لك وظيفة وبتقبض عليك مصاري، يعني بتاخذ منك أول معاش وبتقسط لك إياه على 12 شهر. اوكي؟ يعني بتتفق ماضيك على كونترا أنت بس تعمل البارت الثاني. بقول لك اذا نحن امنا لك وظيفه، وعلى فكره هذا الشيء هذا شيء بروفيشنال على فكره يا شباب، لانه بصير هني مهتمين انك تطلع قوي حتى يلاقوا لك شغل. مثلا انت اول معاش تقبض 1000 دولار، هني بياخذوا منك 1000 دولار بيقسطوا لك اياها 12 شهر. اوكي؟ هيك هيك طريقه شغل الاسي فاكتوري. الكودي لا ما بياخذوا منك مصاري، بس هني يعني اخذين دعم بيامنوا لك شغل
بيعملوا لك سي في محترمه، حتى الاس اي فاكتوري بيجيبوا حدا من امريكا بيعمل لك سي في حتى تكون السي في تبعتك بروفيشنال. اوكي الكودي نفس الشيء، كثير ناس بروفيشنال عارفين حالهم شو عم يعملوا، مش هناك كثير بصح فيها كمان. بس كمان ما بتصير لمين ما كان، يعني بدكم مثل قلت لكم بيقعدوا 20 واحد هلا هني هلا بدي حيبلشوا بدوره بالشمال، يمكن السنه الجايه حتى يعملوا دوره ثانيه بالشمال. اوكي بعدين بينتقلوا على بيروت بعدين على بوعه وهكذا. اوكي ماشي الحال مشان التريننج. برجع بعيد، اللي ما قادر يعمل بشركه واللي ما قادر يعمل بهالاربع محلات في يعمل شو؟ في يعمل يفوت على مثل ما قلنا على اليوتيوب مليء بالدورات، في اللي صاروا كثير موهوبين اللي عنده عائق لغوي، في كثير دورات باي لغه بدك اياها، ما عندك اي عذر تعمل تريننج. اوكي بس اهم شغله تكون انت جدي يا شباب، تكون انت جدي. اوكي اذا ما انت مانك عارف شو بدك تعمل، يعني اي لغه بدك تعمل فيها دوره مثل ما قلت لكم، بس خلص البيزكس فوت نقي اللغه اللي بدك اياها وفوت فيها على الاخر، بس تخلصها حطها على السيفي تبعتك للغه اللي بعدها. اوكي مشان هيك يا شباب كل ما تزيد سطر بالسيفي تبعتك انت عم تعمل انجاز. كيف بلاقي شغل شباب؟ لك هذه اللائحه بالشركات الموجوده بلبنان بالاجمال كلهم بيدفعوا فريش دولار. اوكي وكلها عم بتحط على لينكد ان، عم بتحط هذا كمان نتيجه بحث كمان هلا بعد شوي بعدكم فيكم تفوتوا على كل واحد على البروفايل تبعه تشوفوا شو عنده كارير وتقدموا عنده. الاسباب يا شباب انا برايي اللي تعلمناهم غلط اللي صعبوا لنا هالماده هن يا شباب انه تعلموا تعليمه طريقه تعليمه غلط والمنهج غلط. بس هلا صاروا بتلاقوا كثير على، وهلا بعطيكم شوي حاعطيكم الرابط على اليوتيوب لتشانل بتعلمكم هالمواد بلغه البايثون. لغه البايثون كثير سهل فيها الالجوريزم، يعني ما بتعقدك بالتايب والماك تايب وهيك. يعني انا بتذكر لما كنت اعلم هالماده من زمان كنت اقضي نص السنه انا عم اعلم التايب للتلميذ، بيكون التلميذ ضجر. مشان هيك كثير بدي اياكم تركزوا على الالجوريزم والداتا ستراكشر. هدول الشركات كمان ببعث لكم اياهم. في عندي كمان يا شباب مثلا داينامكس اللي هي قبل اخر وحده امبارح طرحت فرصه عمل من 12 ساعه، هي اللي قلت لكم ما بدها خبره كثير. اوكي الايجنسي مكاتب التوظيف المحترمه يا شباب اللي بعد ما عملنا بحث طويل عريض مكاتب توظيف بالاجمال ما بياخذوا منك مصاري، بياخذوا مصاري من الشركات اللي طالبه منه. يعني انا افترضوا شركه فادي الحسن بيجي بقول لهم جيبوا لي موظف بهالمواصفات هيدي، هني بيشوفوا شو عندهم سيفيات بيعملوا معك انترفيو، اذا مش الحال بياخذوا عمولي من مين؟ من الشركات مش منك انت. فيك تفوت عليه هذا وتعمل ابلاي، بس نصيحه يا شباب ما تعملوا ابلاي لسيفي تبعتكم قبل ما تكون سيفي تبعتكم منيحه، يعني البيزكس متمكن منه على الاقل. ما تروح تعمل لي هلا سيفي وانت ما بتعرف شيء، ماشي الحال؟ يعني ما تحط اذا ما كان سيفيتك منيحه ما تعمل سيفي، نصيحه، يعني اعمل سيفي وانت تكون على ما قال لي عندك ليفل مقبول. واذا انا مغلط بحكي جماعه الاكسبرت لو سمحتوا قولوا لي. اوكي كمان هدول بعد شوي ببعث لكم. على فكره هدول نقيتهم في كثير مكاتب توظيف بالبلد، بس هدول بعد يعني ما اخذت حكي من العالم الجمعيات، حتى هدول بيتعاملوا مع الجمعيات الدوليه. على فكره هدول ناس يعني بروفيشنال وعندهم نوع من المصداقيه. اوكي والله اعلم، واذا حدا عنده شكوى عنهم يخبروا مشان نشيله من الليسته كمان. هلا هون يا شباب كمان اللينكد ان كثير بنصحكم فيه، بتعمل مهام مثل ما عم يحكي هلا استاذ امين، بتعمل بروفايل تبعك بعد ما تظبطه مزبوط، بتحط باي جامعه تخرجت، وين عندك، شو بتعرف لغات، شو بتعرف كل شيء، وبتعمل بورتفوليو مثل ما قال الاستاذ امين، وبتحط البروجيكت تبعتك اللي عامله انت فيه. ليكوا هون يا شباب شو بصير، صدقوني يا شباب صدقوني، اول شغله هو اللينكد ان لوحده عنده ذكاء اصطناعي بيشوف شو الوظائف عم تنطرح عنده اللي هي بالملايين مش بالالاف، بيشوف شو الوظائف القريبه عليك بكب لك اياها، بيقول لك في وظيفه قريبه عليك، ببعث لك اياها بالايميل عفوا، بيقول لك في وظيفه قريبه عليك، في وظيفه قريبه، بتفوت انت بتعمل ابلاي. ما بس هيك، اذا الشركات المهتمه كمان لوحدها بتلاقيها بتحكي، خصوصا الناس اللي عنده خبره. يعني صدقوني الناس اللي عنده خبره وعم ينزعل من الاتصال بيشيل بيوقف حسابه بلينكد ان قد ما الناس بتدق له. اوكي؟ كثير لينكد ان بنصحكم فيه كثير بروفيشنال. اوكي؟ خصوصي لاختصاصنا في شغلات يعني مثل بايت دوت كوم، بس ما بنصح فيه قد لينكد ان بموضوع الديفلوبمنت. اوكي يعني حتى البايت دوت كوم فيكم تفوتوا عليه. اوكي على فكره بموضوع الشغل نسيت ما اقول لكم شغله، في الفريلانس عندي هون استاذان عم يشتغلوا فريلانس، عم بيحكوا عنها الاكسبيرت. الفريلانس كمان ديب جوب كثير على فكره، وبس بده ناس تشتغل، يعني
يبقى لك تشغل حالك منيح وتصير عندك ثقه بنفسك وتاخذ مشاريع وتبيعها. يعني انا من فتره صار عندي تلزيم لفرونت اند بلبنان هون بعكار، يعني لازم لشركه لواحد بعكار ب 2000 دولار للفرونت اند، عرفتوا كيف؟ يعني ممكن تلتزم انت بمشاريع بلبنان وخارج لبنان. يعني الفريلانسنج في محاضره ببعث لكم الرابط تبعها عامل الاستاذ حسان من شي 3 سنين، ببعث لكم الرابط تبعها، اللي بتحب يحضرها يحضر. اوكي، على الفريلانسنج شو شروطه وكيف بنعمل والى اخره. كمان يا شباب السي في، السي في في كمان فيها رابط لمحاضره عامله الاستاذ بلال صلاح الدين، هو بيشتغل ب ويسترن يونيون على فكره، عملناها بالجمعيه من شي 4 سنين، كثير مهمه، كثير حكى على لينكد ان وكثير حكى على تفاصيل لازم تنحط بالسي في، كثير بنصحكم تحضروها. واذا بدكم تحضروا اي محاضره عن السي في اكيد السوق مليان، بس انا نفسي اللي قلت لكم عندي خبره 20 سنه بجوب اوبورتونيتي استفدت منها لدرجه انا ما كنت مصدق حالي استفيد. هلا كثير بنصحكم تطلع شي 3 ارباع ساعه وانا كبير في ملاحظات بدكم تحطوها بالسي في لازم تنحط. اوكي، كمان السي في اللي بدك تشتغل عليها، وانت يا شباب برجع بعيد، كل ما تحط سطر بالسي في تبعتك يعني انت عملت انجاز. فهمتوا علي شو قلت؟ كل ما تزيد سطر بالسي في تبعتك يعني انا تعلمت لغه بايثون، بتحطها بالهذا يعني انت عملت انجاز. فهمتوا علي؟ السي في بدك تدلك تعمل له ابديت على طول، والا انت انسان. حتى على فكره عنا يا شباب حتى بالدين وبالاخلاق، اذا انت اليوم مثل امبارح انت عم تظلم حالك. يعني انت اذا علمك اليوم مثل امبارح انت ما عم تتطور، عم تظلم حالك عفوا. واذا حتى اخلاقك اليوم مثل امبارح انت عم تظلم حالك، على طول لازم نتطور. فهمتوا علي شو عم بحكي؟ طيب حد عنده سؤال؟ استاذ بس بليز لينك المحاضره هيدي كل لك، وهذا البي دي اف حابعث لكم اياها كلها، هذه البرزنتيشن كلها حابعث لكم اياها. ايه اوكي ماشي. قال انا عندي نقطه معينه على الموضوع اللي انت عم تحكيه، انه الواحد يطور من نفسه هيك. نحن اكبر غلط عم نعمله عندنا بالمنطقه موجود انه نحن عم نقارن حالنا بغيرنا. يعني انا عم اقارن حالي بفلان، امك عم تقارنك بابن عمك، وهذا اكبر غلط. الواحد بده يقارن حاله من كيف هو امبارح، ما يقارن حاله بفلان وعلتان، لانه هذا شيء حيدمره. بس هذه الملاحظه كنت بدي ازيدها على النقطه. صحيح يا شباب، صحيح يا شباب. يعني تفضل. الشهادات الجامعيه بتأثر على الشغل او لا؟ انا في كمان عندي خبره وما عندي شهاده وبلشت شغل مثلا. لا لك الشهاده مهمه مفتاح، بس ما انا كل شيء. يعني انت فيك تشتغل بدون شهاده، حتى في ناس فاتت بشركات ما حدا سالهم على شهادته، سالهم شو بتعرف. ما معناته انه بس لك، انا نصيحتي، انا حتى في شاب هون ما حاذكر اسمه كان باول سنه جامعه قال لي بدي اترك الشغل، بدي اترك الجامعه، قال لي لا لانه عم تعيقني على شغلي. فانا طلبت منه لا يجمع بين الاثنين، وفعلا جمع بين اثنين وخلص، وهلا الحمد لله عم يشتغل وماشي حاله. يعني ما بنصحك انك تهمل الشهاده الجامعيه، لا بتلزم. يعني حتى اذا كانت جامعتك مهمه بتفتح لك مجالات اكثر. اوكي، بس ما انا كل شيء، وحتى اذا بدك هي ماشي اهميه، بس ما معناتها انه عم بقول لك اترك الجامعه. بس عاده اذا واحد لقى شغل وساتسفايد فيه ولقوا انه بده يوقف الجامعه حتى يعملوا ايه، يعني يترك الجامعه، يعمل بوز. انا هيك نصيحتي، عرفت كيف؟ بس يكون على الاقل شغل مهم، عرفت كيف؟ مش انه الشغل انه بتحسه تمبوراري وهيك، شركه مهمه وفيها خبره مهمه، ايه يعمل بوز لجامعته وانا مشكله. انا هذا رايي يعني، وعلى فكره هذا الراي انا كثير بخوف منه. لو المرة صحيح بتقول له بدك تترك جامعتك. طيب استاذنا قول قلت حتى ال ال تي، يعني اذا انت هلا بدك تفوت على ال ال تي او التي اس وصار لك شغل مهم، وقف ال ال تي فيك تكفيه بعدين، عرفت كيف؟ وحتى شو المانع انك تعمل ال تي وتشتغل؟ فهمت علي؟ يعني انت نصيحه، انا هذه كمان نسيت ما اقولها يا شباب، اللي بده يعمل خبره ما يخلص الجامعه يبلش يعمل خبره. من اول ما يفوت على الجامعه يبلش يشتغل على الانجليزي، يبلش يشتغل على اللغات. وبعرف كثير تلاميذ هيك على فكره، الشباب اللي نحن مراقبينهم بالجمعيه اللي هني فايتين اللي هني شباب معنا بالجمعيه، في ناس هلا سنه ثانيه قادرين يفوتوا بسوق العمل هلا 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 عم بحكي، هن لساتهم سنه ثانيه. فهمتوا علي شو عم بحكي؟ بدك تبلش تشتغل يوم تتخرج انت جاهز على سوق العمل دغري. شفتوا كيف؟ ما تضيع وقت بالارجيله والبابجي، ماشي الحال؟ ما تضيع وقت، صدقوني هذا الوقت كنت تندبوا عليه شباب. طيب الوقت اللي بيروح، الوقت اللي بيروح ما بيرجع. نعم تفضل. كيف فينا نشارك بنشاطات الجمعيه بحلبة؟ لك انا ان شاء الله، انا هلا حاقول لك شغله يا استاذ، مع الاسف الدورات اللي عم نعملها مع انها فري عم نلاقي حالنا عم نضيع وقت.
فاخر شيء نحن عندنا كوميتي للتدريب. اخر شيء وصلنا مع انه عندنا على فكره عندنا منهج للتدريب كثير بروفيشنال، يعني كثير اشتغلنا عليه، قلنا تقريبا 10 سنين 9 سنين عم نشتغل عليه، يعني عم نطور فيه. اخر شيء وصلنا لمرحله انه التدريب بهالطريقه كان ما ليش؟ لانه نوعيه التلاميذ عم بتمل عم تترك، لان هلا عم نضيع وقت، مشان هيك انتقلنا لطريقه ثانيه بالتدريب. الطريقه الثانيه بالتدريب انه نحن نعمل له تدريب للتلميذ، نعمل له بس يكون في دوره نخبره عنها روح عملها ومنساعده كمان، واذا عملنا دوره بنعملها يعني ما في مشكله. بس مع الاسف عم نلاقي الدوره عم تضيع وقت. ليش؟ لانه عم تضيع وقت الاساتذه، لان كلهم متطوعين ببلاش عفوا. بس حرام استاذ عم بيجي واخر شيء التلميذ عم يمل عم يروح، لا لانه عنده اليوم راحه على البحر، عرفت كيف؟ مع الاسف ما عندنا نوعيه من التلميذ اللي يعرف حاله من وين رايح. يا شباب انا بدي اقول لكم شغله، انتم هلا اليوم 2 تموز، انتم بعد سنه قادرين تقبضوا معاش على الاقل، على فكره يعني فيكم ممكن يكون اقل، تقبضوا معاش فريش دولار، بس بدك تبلش من هلا. فهمتوا علي؟ والا حدلك هيك، اذا هي الفرصه هلا سوق العمل هلا اذا ما استغليتوه هلا حرام عليكم، حرام حرام حرام. يعني انا بستغرب عم نعمل دوره وهالفرص العمل موجوده وفي ناس ما بدها تعمل. بتسجل 30 واحد ببلشوا 14، ال 14 ثاني مره ما بيجي حدا، حرام حرام حرام. وعلى كل حال بالنسبه لنا بس خليني اقول شغله، انا حاعمل مجموعه يا شباب لجماعه الاختصاص تبعنا، وحط كل شيء بيجيني وظائف دورات حتى بالجمعيه وخارج الجمعيه حنحطها فيها. اوكي ان شاء الله ببعت لكم اياه. دكتور فادي. ماني دكتور الحمد لله، تفضلي. طب نحن كيف بنقدر نوصل لهيدا الجروب؟ انا ان شاء الله حابعث لكم اياه ان شاء الله. كان في عبد هذا بعثت لكم هذا التسجيل كله حينحط على اليوتيوب. لسه في حدا كان عم بيحكي. ايه استاذ يسعد صباحك. في شاب من الشباب كان عم يسالك سؤال انه بالنسبه لشهاده ال تي، هلا انت بظن ما فهمت عليه مزبوط شو بيقصد، انه شهاده ال تي هل ترى بتفتح لنا مجال ولا بدنا نروح نعدل بجامعه خاصه لحتى لي انه نصير نستفيد منها اكثر؟ والله لك يا استاذ انا شو بدي اقول لك، انتبه شو عم بقول لك، تفهم علي شو عم بقول لك مزبوط. اذا انت معك ال تي ما يعني اذا بدك تعمل ماستر بعدها اعمال، بس انه تروح تعادل بجامعه خاصه ما كثير بصح، عرفت كيف؟ لان انتم اصلا المواد اللي عم تتعلموها منيحه، بس مثل الجامعات التلميذ بده يكفي بعدها. انا بنصحك لا روح برا، اذا عمل ال تي روح برا مع خبره، ما تروح تقعد لي شيتك شو بدك على الشغل. اوكي هلا صار يعني لك فينا نحن فرصه شيء منحه اعملها. اوكي أيوة. بس يعني ما حدا يضيع وقت، انا هيك رايي. نحن فينا نكتفي باللي معنا، يعني انه بالشهاده ال تي اللي معنا انه بظن بتكفينا، يعني ما ان شاء الله. يا شباب هي معك الشهاده اول شيء ال تي، ثاني شغله اشتغل حالك على الباك جراوند تبعك، تعلم وتعلم وتعلم وتعلم. يعني الناس بتسألك شو بتعرف، ما بتسألك شو معك شهادة. فهمت علي؟ فهمت علي شو بتسألك؟ بتسألك شو بتعرف؟ بالإذن حاج بس. هون لما بنحكي عن شهادة شباب، الشهادة الشركات غالباً أغلبهم ما بيسألوا عن الشهادة للشهادة، بس لما حاج عم بيقولكم حافظوا على الشهادة اللي مكمل يبلش، لأنه العلم اللي عم تاخذوه صاحب قلب الصف يمكن ما تكون عارف قيمته. بس بعدين لما تقعد مثلا بدك تشتغل اي شيء، والله تتعامل مع الاتش تي بي بروتوكول، لما تكون انت فاهمه بالجامعه او اخي اخذ ملقط منه شيء عارف تعمل سيرش. يعني مش لما عم يطلبوا منكم شهاده الحاج فادي مش مشان الشركه نفسها، اغلب الشركات ما عم تطلب شهاده، عرفت كيف؟ بس انه يعني ممكن ياخذوا انطباع معين انه والله لما عم يجينا تلاميذ من هون او من هون ممكن ياخذوا انطباع، بس اجمالا مثل ما قال لك الخبره تبعتك هي اللي بدها تحكي، سيفيتك كثير بدها تحكي، والانترفيو كله ببين فيها يعني. طيب بس تحافظوا على الجامعه لتحافظوا على العلم اللي بقلبها يعني. استاذ امن بدي اسالك سؤال شخصي، انت شو اختصاصك بالجامعه؟ ايه لا انا ما حب انا دارس سمارت يعني. ما على فكره شوف استاذ امن دارس سمارت، وانا بعتبره من اهم المبرمجين الموجودين في لبنان بدون مبالغه. لا انا هيك بعتبره يعني فهمت علي شو قلت لك؟ شو شهادته مات وشو عم يشتغل؟ عم بيشتغل ديفلوبمنت. فهمت علي؟ يعني مشان هذا اكبر دليل انه الشهاده، بس هذا المستر يعني أنا بس مش كلامه تطبيق اللي عم بيحكي. مثلا اعطيك مثال، مثلا لاني ماني اخذ هذا الاختصاص، مثلا في امور مثلا تمرق معي، مثلا والله شيء عن النتورك شيء عن كذا، انا كل شيء تعلمته انا عن جوجل، وهي تعلمته تطبيقه بطريقه صعبه، ما كان في انه كان
كنت اقدر اجاوب على ستاك اوف فلو مثل ما بيقولوا وقتها، يعني ما كان فيها الضغط وعلى الريسورسز ما كنت متوسع مثل هلا. بس الفكره انه لو اخذها بالطريقه الطبيعيه بالجامعه او المهنيه او غيره بتوفر عليك بعدين. بس اذا انت عارف قيمتها بقلب الجامعه، مش انه انا عم درس اخلص الماده وانه احفظ حفظات الامتحان، لا بتكون يعني هذا الاختصاص. يعني صدقوني شب، اذا ما عندكم شغف له وتعد بتسهر بالليل، يعني انت طبعك هيك ما بتقدر تتابع فيه. يمكن تزبط لك بشي انترفيو بس ما حتقدر تتابع لانه بدك تكون حب هذا الاختصاص، لانه على طول بيطلع لك في حاجه، في على طول كل شيء، كل يوم في شيء جديد. واذا ما هذا بتروح بين الاجرين، يعني اذا ما تابعت ما حتقدر تكمل. يعني فهذه الشغله مش هيك، لما تبلش لما تلاقي شاب مثل استاذ حسان نفسه، هذا مثل حي من ايام اللي هو عم يدرس، بتلاقيه عم بين هون وبين هون، عم يشتغل هون، عم يعمل بحث، عم يعمل كذا، عم يشتغل فريلانس، عم فبيبين الحدا الجدي. واكيد هذا بينجح باذن الله، لانه تقعد انه مثل تفكير مثلا والله المحاماه ولا الاستاذ مدرسه غير طريقه تفكير كليا. بدك تكون اكتف على طول بهذا المجال وتتابع الجديد. أتفضل. أنا أزد علي على موضوع الجامعة كمان. ترى في شركات بيعملوا تدريب، يعني أنا شركة كنت على فكرة بس ملاحظة، أنا ماني خالي بس بعيد لي خالي. أي نعم تفضل. ففي شركة كنت أول شركة عملت فيها تدريب الانترشيب تبعي، كان في تلاميذ أساسا تاني سنة الجامعة عم يشتغلوا بالشركة، عم يشتغلوا مش عم يعملوا تدريب. ترى موظف عندي آخر وقع فيها شباب، بعتذر. هذه لأنه كمان تخطينا 3/4 ساعة، بس إن شاء الله يخلع فيه، لأنه تخطينا تقريبا وقت المحاضرة شي 5 دقائق. بس ماشي الحال، أنا كثير مبسوط بالنقاش، لأن هذا أنا أصلا هدفي بالمحاضرة هالنقاش اللي عم بصير. حسن لو سمحت كفي اللي كنت عم تقوله. أوكي، كنت عم بقوله أنه ما تحطوا موضوع الشهادة أولوية عندكم. في شركات بتوظف بلا شهادة كمان، يعني أنا بعرف عالم متوظف عم يقبضوا معاشات بس هلا ما خلصوا جامعة. في شركات بتخليكم أساسا تكملوا علم، اذا انتم كنتوا اثبتوا جدارتكم وهالامور كلها سوا، شركات بتقول لكم لا تفضلوا وتعلموا وانتم عم تشتغلوا عنا، بيعطوكم وقت بالنهار كرمال تتعلموا اذا كان عندكم مثلا محاضرات او شيء. وهذا شيء كنت شوفه قدامي يصير. استاذ طارق معنا انت؟ استاذ طارق حيدر. نعم معك. استاذ طارق حيدر بدي اسالك سؤال عشان معك تلميذ. انت تلميذ معك قلتي شو؟ أنا معلوماتية، درست 3 سنين بين عيام التاس، بعدها 3 سنين وبعدين عملت سنة التابة أو سمرة، وكله برمجة يعني معلوماتي إدارية. هذا يا شباب مثل حي لتلميذ التي. عملت محاضرة يا أستاذ؟ لا والله أبدا، بعدني عشيت التي والحمد لله ما حسيت بشي فرق معي. كمان في يعني في كتير ناس من اللي معنا الإكسبرت هني مهني على فكرة، يعني ما شباب ما تفكروا حالكم علما غيركم أبدا. ماشي الحال، وصلت الرسالة يا جماعة. نعم فضل. أنا عندي مداخلة صغيري كمان. فضل. هلا مين عم يحكي بس؟ بكر. استاذ بكر. أهلا استاذ بكر، هذا ابن عمتي عن جد. فضل يا استاذ. أنا عندي كمان مداخلة كمان بكر مهني عفوا. اي فضل. هلا أول شيء مشان الشهادات، هلا كل الشركات لما بتطلب شهادات، يعني بتقول أنا بدي يمكن تطلب دكتوراه بالبرمجة أو بشيء. بس لما تجي على الأرض تجي تستقبل سفيات أو بدها موظفين، ما بتاخذ بعين الاعتبار. يعني هذا شيء بيسموه روتين، أنه أنت طلبت، الطلب بيكون فيه له سبيسيفيكيشن معينة، بس فعلياً على الأرض ما لح يسألوك شو شهادتك، لح يسألوك شو بتعرف. يعني أنت حسب، يمكن يكون واحد معه دكتوراه وواحد متعلم برمجة تعلم ما معه شهادة، وياخده اللي ياخذوا اللي متعلمه لانه عنده يعني مثل اكسبيرينس او بيعرف اكثر من اللي معه شهاده. صحيح صحيح. على فكره يا بكر كمان بدي اسالك سؤال. اول شيء انت كمان انت معك تي اس يعني صح؟ معي تي اس صح. على فكره بكر ما كفى التحت لانه موعد فضي بسرعه. طب السؤال الثاني نعم. انا اشتغلت من تي اس يعني انا اصلا ما كنت مخلص. ايه ما كنت مخلص التي اس دو كمان يا شباب، بما انه ابن عمتي بمون على بكر. قد عمرك؟ 27. قديش لك، قد عندك خبره صار؟
شي 7 سنين تقريبا. نعم هذه كلها هلا معلومات عم لكم حتى تسمعوها يا شباب. على فكره بكر انا اول ما شفته لبكر قال لي بحب البرمجه بس هيك قال لي قلت له خلص هيني بس واحد يكون عنده شغف يا شباب خلاص ما بقى تخوف عليه. قصة في النقطة الثانية اختصاصنا كثير حلو بس بدك تحبه تفضل. بس بدي احكي بالنقطة اللي حكاها على الطالب مشان الخبرة وما بعرف شو هلا في الكثير شركات ما عندها بادجت انه تدفع لموظفين خصوصا انه معاشات البرمجة حاليا بلبنان عالية. فاجمالا في شركات بيكون عندها 3-4 سينيور اللي هن مشيين الشركة كلها وبيكون بدهم ناس يعني 5-6-10 جونيور او انترميديت يكونوا سبورت لهدول السينيور. فاللي ما معه خبرة بس المهم يكون انه معه البيزكس ليقدر يقدم على الشركة. نعم كمان استاذ حسن شعبان معنا على السمع. فيني بس احكي كلمة؟ تفضل. مين عم يحكي بس؟ خولد المصري. انا جديد هون فتت عن طريق حدا هون. اي اهلا وسهلا. بدي احكي شيء بس انه عن اللي قول انه الشهاده ما بيطلعوا على الشهاده بيطلعوا على شو اسمه على الخبره على الاكسبيرينس. بدي اقول شيء اذا في حدا ما معه شهاده وعنده اكسبيرينس وحدا عنده شهاده وعنده اكسبيرينس مين بياخده؟ بياخده اللي عنده شهاده ولا لا؟ ما بيطلع. لك انا ما قلت انا ما قلت ما تعمل شيء انترفيو هي بتحدد. الو ايه انا قلت ما تعمل شيء بس انا عم بقول حتى لو معك شهاده ما بتعرف شيء قيمتك صفر. فهمت علي؟ اكيد بس بهي النقطه هون. نعم بهي النقطه هون ببين اهميه الشهاده. لا هو استاذ امين قال انه الجامعه بتلعب دور مع انه ما بتلعب دور بس انا هلا اعطيتك امثله واقعيه لوين ناس غير كمان الانترفيو نفسه يعني انت بالانترفيو ببين معك حتى لو فيش لو في واحد بشهاده واحد بلا شهاده بالانترفيو ببين بيفلتروا انه بيعملوا يعني ليستنج وبيشوفوا بيفلتروا الفلتره الاولى وبعدين الفلتره الثانيه حسب يعني ضخامه الشركه. فالانترفيو أيوه. نفسه بتعكس يعني حتى ممكن يكون معه شهاده بس انه خبره هذا اهم من هذا او العكس يعني ما انا قاعده يعني ما له علاقه كيف يعني هو الشركه بدها تطلع مصاري الشركه بدها تطلع مصاري اللي بيفيدها حتاخده هيك حتفكر ما حتفكر انه كيف ما انا مؤسسه دوله انه حكومه والله في روتين وملزم انه ياخذ شهاده معينه اخر همه بده حدا يشيل له شغل هيك اذا بدك تتوظف بالدوله وهيك كيف شهاده تلعب دور بس هلا العالم عم تهرب من الدوله بتعرف فهمت علي صح ايه. بس تبي انا اوعى حدا يفهم علي عم بقول له اترك الجامعه اوعى يفهم حدا يفهم علي بس انا اللي عم بقول انه الجامعه وحدها ما بتكفيك واعطيتكم امثله حيه من ناس مخلصه تي اس وعم تشتغل وفي ناس مخلصه ال تي وعم تشتغل وفي ناس لمي جامعه وعم يشتغل وفي ناس من اول سنه جامعه عم يشتغل شفتوا كيف يعني حتى هو ما هو متخرج عم يشتغل ماشي الحال صح شكرا فكرة استاذ حسن شعبان معي معك هستر استاذ حسن بدي منك شغله لو سمحت هيك دقيقه واحده احكي لي عن outsourcing كيف عم تشتغل freelancing يعني هيك على المشاريع اللي عم تعملها مثلا هلا بس قبل بدي عقب على كلام الاساتذه انه بالنسبه للشهاده انا اشتغلت مع كذا شركه ما بتذكر ولا وحده منهم طلبت مني انه ابعتهم الشهاده او حتى بالانترفيو انه شوفيني شهادتك او شيء يمكن بس اخر شركه عم بشتغل معها طلبت مني انه ابعث لها الشهاده بس لتحطها بالبروفايل يعني مش انه شيء اساسي لتكمل شغل او شيء عملوا انترفيو شافوا بس بيشوفوا شو بتعرف انت شو عندك خبره شو بتعرف تشتغل وهيك هذا الاساس انا بنقوا الشخص اللي بده يشتغل معه. هلا بالنسبه للاوت سورسينج انا مين اللي اكثر عم اشتغل بارت تايم مش اوت سورسينج مع كذا شركه يعني يومين او 3 ايام بالاسبوع ومثل ما قال الحاج 100% كله يعني القبض بيكون بالفريش وبيكون قبض مرتب ومثل ما قال كمان الاستاذ حسن انه بيعطوك وقت اذا عندك شيء بيعطوك وقت حتى لتكمل يعني اذا عندك جامعه او اذا عندك محاضره او عندك اي شيء بيعطوك وقت بيقولوا لك خد وقت وحتى وقت باخر فتره وقت يعني كنت قاعد مع مدير الشركه كان بيقول لي انا ما بدي ناس يعني انه تكون انه متخرجه وما بتعرف شيء بدي ناس بتعرف يعني لو منها متخرجه انا بدي ناس بتعرف جيبهم وشغلهم وكمان بدي ناس يكونوا انه اذا خدتهم وانا علمتهم يعني حطيت عليهم انفستمنت يعني علمتهم وتعلموا لانه في كثير اشخاص بيجوا عندنا انا بشوفهم مثلا بنكون بالميتنج بيعرفون على شخص جديد فايت ما عنده خبره يعني لساته بعده فريش جرادويتد او جونيور او ما عنده خبره بيصيروا بيعطوه تاسكات ثاني بيعطوه تاسكات
بيعطوه تاسكات صغار، والتاسك بتطلع يعني شوي شوي بتكون تاسك سهله، تاسك اصعب منها تاسك. حتى وقت بده يعملوا لنا اونبوردنج على شيء جديد، مثلا على تكنولوجي او لانجوج، انا مثلا بايثون ما كنت اعرف بايثون، اخر بروجكت اشتغلت عليه قرروا بمرحله من المراحل انه يقلبوا كل التكستك، يعني كل التكنولوجي اللي بيستعملوها لبايثون. ف انه قلنا له نحن انا ما بعرف بايثون، انا بعرف جافا، بعرف دوت نت. قال ايه اوكي ما بيأثر، انت بتتعلم اون ذا فلاي، يعني انت عم تشتغل بتتعلم. عملوا لنا بس يعني شيء 4 ساعات يعني هيك تريننج لبايثون، وبلشنا نقلب. يعني كنا عم نشتغل نحن باك اند تيم مايكرو سيرفيسز، اخذوا لنا اول مايكرو سيرفيس قلبناه نحن وياه هون، ثاني مايكرو سيرفيسز كنا التيم الجديد، يعني كلياتنا يعني ما بنعرف بايثون بس فينا نسالهم وقت اللي بدنا. وعلى الاساس بخلال يعني 3 شهور تعلمنا بايثون، قلبنا 8 مايكرو سيرفيس كلياتهم لبايثون، وكل شيء كان منيح. يعني الواحد هلا استاذ حسن، هلا على فكره استاذ حسن وعدنا بدوره بايثون هارد بايام قليله مضغوطه، بس بكره ان شاء الله بنحطكم بجوله. بس اكيد يا شباب بدنا نعمل امتحانات حتى نفوت الناس عليها، لانه ما بقى نعمل اي دوره بدون ما ننقي الناس على التطبيق. 100% انا كنت عم بدي اقترح اذا فينا نتبع الاستراتيجيه اللي تتبعها مثلا مثل كودي، يعني اي مثلا اي غياب مثلا خلص بيطلع الشخص من الدوره، يعني حتى يكون في التزام. المشكله اساس اذا غاب بيصير بياخذ محل غيره، يعني مشان هيك انا بفضل انه قبل ما يبلش الدوره نعمل له امتحان نتاكد من جديته. يعني هلا صراحه انا نبقى بنحكي فيه استاذ حسن، الدوره بس ليكون عند الجميع عنده علم. هذه الدوره صراحه ما طلعت من يعني هيك انه قررت اعمل دوره، انا كان في شركه اشتغل معها هي نقلت على فرنسا هذه الشركه، وحكيوا معي انه عم يفكروا يفتحوا اوفيس بالشمال، يعني هني كانوا يعني حاطين براسهم انه يفتحوا اوفيس من الشمال وبدهم يجيبوا اشخاص. فهني التكستك طبعا هو هني بيشتغلوا جافا وبيشتغلوا بايثون، فانا قررت اعمل دوره كنت يعني بلشت ببايثون، بدي ارجع احكي مع الاستاذ فادي اذا فينا نعمل دورتين مثلا دوره جافا دوره بايثون، ومن خلال هول الشباب يعني بنحاول ننقي مثلا من كل دوره شخص او شخصين يكونوا لقدام مثلا يشتغلوا بهذا الاوفيس ان شاء الله. ان شاء الله استاذ حسان حمود معي؟ ايه معك استاذ. استاذ حسان حمود، اول شغله انت لما قدمت على الميتا عملت 9 انترفيو صح؟ صح. بدي اياك تخبرنا على الانجليزي بعد امرك. تمام. هلا هو قبل والله كان عندي كذا تعليق بدي احكيه. اول شيء اني انا بعتت لينك لواتساب جروب هلا عملته لجمعيه السلام لموضوع الاي تي، فحننشر المحاضره عليه بس نخلص. فكره استاذ حسان هو من الليدر عندنا بالاي تي بجمعيه. نعم تفضل ان شاء الله. وكمان كان في عندي تعليق على موضوع اللي عم بيقول انه ما في عندي خبره كيف بدي بلش شغل. فمثل ما حكي الاستاذ امين انه بهلا بهالايام صار الموضوع اسهل بكتير من وقت اللي بلش الاستاذ امين، لانه هلا مثل ما قلت يا استاذ فيك تفوت على الاسي فاكتوري في عندهم كورس اسمه فاونديشن اوف كمبيوتر ساينس، يعني بوقت قصير جدا بتاخذ فاونديشن كتير قويه. شو هذا اللي هذا اللي عم يحكي عنه اللي حطيت الرابط تبعه شوي. تفضل. حتى على اليوتيوب في فيديو طويل يمكن 6 ساعات او شيء، هذا كمان بقلبه فاونديشن كتير 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 دسمه لموضوع الكمبيوتر ساينس. لو اكلت مع الواحد اسبوع او اسبوعين بالنهايه بيكون كسب خبره كتير مهمه بهالموضوع. حط اللينك تبعته لو سمحت. ان شاء الله هلا ببعته. وفي شغله تانية كمان للي ما عندهم خبره، انا بنتبه لو يمكن استاذ ايمن بيعرف انه وقت اللي بيجي لعندك حدا جونيور او فريش جراديويت وبيحكي معك بطريقه انه كسولي، يعني انه خلص بدي الشغل دبر لي الشغل، هون ما حدا حتى الاستاذ ايمن او حي الله حدا تاني مسؤول منه حيشغله. بس وقت اللي بيجي حدا بتلاقي شخصيته قويه واثق بحاله وبين شو مبين هو الهدف اللي حطه قدامه لو ما عنده خبره لهلا، بس انت شخصيا بترتاح له، بتحس انه عن جد هذا شخص عنده روح قياديه ممكن يتعلم عن جد. فبحس بالمراحل الاولى من الكارير الشخصيه كمان كتير بتلعب دور، ما تطلبوا الشغل يعني الا بعزه النفس وتكونوا واثقين من قدراتكم لانه ما في حدا اشطر منكم، هذا اكيد. واكيد كمان موضوع الشهاده، انا بحياتي بلبنان ما حدا طلب مني الشهاده ولا حدا شايف الشهاده ولا شيء، وثلاث ارباع رفقاتي عم يشتغلوا بلا شهادات. ممكن بتحطها على السي في انه انت مثلا عم تتعلم سنه اولى بالجامعه او شيء انك مبلش بالجامعه، يمكن بيهمهم الشركات، بس ما بحس انه بيهمهم قد الخبره. يعني واحد اذا واحد فات على الانترفيو واثق بحاله وعنده خبرة، الشخص اللي عم بيعمل انترفيو معه حينقيه بغض النظر إذا معه شهادة أو لا، حينقيه عن غيره اللي معه ماسترز وPhD. طيب أستاذ حسن ممكن أسأل سؤال؟
ايه اكيد بعد ما نحضر على اليوتيوب مثلا نحضر ساعات ويكون عندنا هذا الهدف واضح قدامنا، كيف ممكن انا اطبق؟ وين بدي اطبق؟ مثلا على اللابتوب نزل بروجرامات بمحل لابتوب، شو بعمل؟ هذه المشكله، انه نحن مثلا انا معي شهاده بس ولا شيء خبره، بالاخص قضينا اونلاين تي اس تي وال تي وصارت ظروف، ما عاد يعني ما حسيت انه عندي هالخبره، فبندم انه خلصت شهاده ال تي اي تي وما بعرف شيء، وبحضر يوتيوب برجع بلاقي حالي ما وين بدي اطبق وشو بدي اطبق. ممكن تعطونا هيك؟ اكيد الاستاذ فادي نشر عن موضوع اللغات، انا برايي الواحد يبلش انه يعرف شو الاختصاص اللي بده يفوت فيه، ان كان بده يفوت باك اند ولا فرونت اند ولا فول ستاك ولا موبايل، بس تنقي وحده من هدول الاشياء بتبلشي بدك تغمقي اكثر. هلا بدك تتعلمي يعني بدك تنقي الفريم ورك اللي بدك تشتغلي عليها، وعلى الاساس حسب كل فريم ورك في بدك تتعلمي لغه البرمجه تبعيتها. هلا انا حانشر كمان اثنين لينك حسن، هيك حسن بس مشان هون على افترض بدها تتعلم هلا هي بايثون، شو بتعمل؟ شو بتنزل فريم؟ انا برايي قبل ما تتعلم بايثون تعرفي ليش بدها تتعلم البايثون، يعني اذا لا انا انا لا انا بتعرف ليش، مشان تفهم عليك، هي مثلا افترض بدها تتعلم اي لغه، اعطيها لغه مثلا مثل في اس كود مثلا، عرفت كيف؟ اقل شيء على اليوتيوب يعني هذا بالبلاش، بيلاقي الواحد كورس كامل من اول الاساس، يعني ببلشوا لك بينزلوا لك الاي دي اي وانت وماشي. ما بحس صعب. ولكن اذا بدك تبرمي على كورس على الانترنت حتى بينزل لك الفريم ورك بتشتغلي عليه، يعني من اي تو زد. ملاحظه اذا مش اليوتيوب لما يكون الفيديو ساعه ما بنحضره بساعه، بنحضر وبنطبق معه، مش بس نخلص بعدين، بس نخلص حاول فهمت فعلا حكون فهمت بلحظتها يمكن. ايه انا هيك قصدي، كيف نطبق؟ لا بقلب الفيديو كل كم ثانيه بدك تعملي بوز، تمشي معه خطوه بخطوه، خلصتي منه بتحاولي تغيري بالتشالنج اللي حطه. يعني باول شيء بتمشي معه خطوه بخطوه، والفيديو اللي ساعه يمكن تعدي فيه يومين اذا بدك تمشي. لكن يا دوماسيل، اذا انت الفيديو اللي عم تحضريه ما بيقول لك شو هو عاية تولز بدك تشتغلي، بيكون مانو بروفيشنال، ما تحضري احضري على شيء ببلش معك من اي تو زد. يعني اول شيء بيقول لك شو لك. كمان شغله واحده من الشغلات اذا بدكم هذا خذوا مثال حي، انا شغلي دوت نت، يعني بيجملها سي شارب، ممكن شويه اف شارب على جنب، بس انه اللي بالشركه سي شارب. هلا بايثون ما بنستعملها، بس انا بعمل فيها شويه اوتوميشن. كيف تعلمتها؟ انه هيك حشري، يعني ما بتلزمني بالمره. اخذ تشالنج معين، انه والله بدي اعمل سكريبت معين يتعمل لي اوتوميشن للشغله، انه والله تنقل لي ملفات محل لمحل، تعمل لي الارم، ما بعرف شيء هيك خاص، يعني بيساعدني بشغلي، بيسرع لي شغلي. فبصير بقسم المشكله لاجزاء بسيطه، انه والله كيف بقرا فايل، كيف بدي اشوف، وكل شغله بضربه صغيره على جوجل بتطلع. وتعلمتها هيك. هلا احيانا مثلا بتطلع على ليت كود او غيره. كمان بشتغل بايثون مع انه ما انا لغتي الاساسيه. فحطوا لحالكم تشالنج صغير بعد ما تعلموا الاساسيات، وبتصيروا تعملوا تولت صغيره، ابلكيشن صغيره، اي شيء، انه هيك اعملوا تحدي لحالكم بعد ما تكونوا خدتوا فكره. انا 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 طبقوا. ما بعرف اذا انا اذا كنت لما حكيت قلت لكم بس كنت تتعلموا شغله، انتم بس تبلشوا فيها، بلشوا ببروجي خاص فيكم. يعني انت مثلا بتحب الرياضه، اعمل لي مشروع اون باراليل، طب اعمل لي بيقول لي بدي اعمله هو ذاته، بس تخلصيه كانك عملتي مشروع التخرج بهذه الماده، عرفت كيف؟ بتحفظيه عندك، ومين ما سالك عنه بتقول لك انا عامل هذا المشروع، ساعتها انت بتكون فعلا طبقتي وفعلا تمكنتي من الماده، غير هيك ما فيك تتمكني. يعني اذا ما طبقتي مضبوط وحليتي كل شيء، ما حدا بيتعلم. ماشي الحال؟ بدي في حدا هسه عنده شيء؟ انا وصلنا له حديث واسع حسن. الاستاذ اللي كان عم يحكي قبلك هلا هو انت موظف معي؟ هلا بنلعب لك هلا محمد. خذ المصري. استاذ امين، خذ تفضل يا خذ. استاذ امين، نعم. انت موظف معك؟ صحيح. بلبنان؟ لبنان، بس شغلنا للخليج. يعني بدي اسالك سؤال، يعني بعد ما قديش يعني بعد ما تخرجت قديش لقيت شغل؟ هلا انا لي قصه طويله ما حدا بحكي فيها هلا، بس مثل ما قلت انا ماني مانو اختصاصي، فانا تعلمت كم سنه مات وبعدين فتت على، بس بعطيك يعني شغله بركي بتحفزكم. يعني اول شهر فت فيه على شركه كان له يد الحاج فادي على فكره، والاستاذ بلال اللي صورته هلا معروضه. المهم اول شهر فتت لانه ماني اختصاصي وانا هيك بطلع مجرب يعني، وماني حابب التعليم، خدت طلبت منهم اجار طريق بس لشوف انه انا اصلا بقلب هالشيء، لانه مثل ما تكون متعدي انا على المصلحه يعني. وفعلا خدت اجار طريق اول شهر بس، وقلعت القصه.
بس شو يعني مثلا كيف بلش القصه؟ كان في شباب عند كاش فادي، كان في شباب شبان عند في ناس بتلاقي شغل مثل ما قلت لك هي عم تتعلم، في ناس بتلاقي شغل دغري، في ناس بتطول حتى تلاقي شغل، بالنهايه هي ارزاق يعني، بس المهم قاعد يعمل اللي عليه. انت ما لا بس انه هو ليك ما تعيش بس نعم هو بهذا الحكي فاجئنا، يعني انا فتت كمبيوتر ساينس بالجامعه على اساس برا اشتغل برا، عرفت كيف؟ بس هو عم يقول انه في شغل بلبنان، يعني انا فاجئ يا اساس كل الشغل بلبنان بس كله شغل لبرا، يعني كل الشركات اللبنانيه عم تشتغل لبرا، فهمت علي؟ مش هناك عم يعطوا فلاش دولار، فهمت كيف؟ بالعكس انت قدم على الشركات اللبنانيه هي بتفتح لك باب بعدين بيبقى برا، اذا بصير لك لبرا ما تقصر. لا انا لما قلت لك على موضوع انه اول شهر اخذت اجار طريق لحتى تعرف شغله كان حطول على كده على اساس فادي، انه انت اول شيء برمى على الخبره لو بدك تدفع من جيبتك. بعدين بعد سنه بصير انت بقى بتفرض شروطك سنه وسنتين اكيد كل ما زدت الوقت، بس اول شيء ما تفكر انه برا ولا جوا، ان شاء الله تشتغل بشركه ما حدا سمع فيها. هلا اكيد اذا في عندك خيارات نقل احسن، بس لما تقلع وتجيب بس هالسنه او سنتين تزيدهم على سي فيتك وتستفيد منهم، لانه صدق الواقع شيء لما تتعلم تشتغل بشركه وتنحط تحت ضغط مشروع معين، في بروجكت مانجر راح ينقع راسك وبدك تسلم وكذا، لما تعيشها بتاخذ خبره، يعني بسنه بتاخذ كانك قعدت بالجامعه 10 سنين، عرفت كيف؟ فاول شيء ما تحط شروط، اول شيء اي محل بتقدر تدبر حالك فيه جوا برا معاش قليل ما بعرف شو، يعني بس لقط سن مثل ما بيقولوا لحتى بس تاخذ خبره بسيطه وبعدين بصير تحط شروطك، كيف؟ بس من الاول انه انا والله فتت دغري وقبضت ومدري شو، يعني فهمتوا كيف يا شباب؟ يعني انا على طول بعلم التلميذ بقول له مبدا انه بس تتخرج الاولويه للخبره مش للمصاري، بس تاخذ الخبره بعدين بتدور على المصاري، يعني اول شيء برم على خبره. بدي هلا انتقل مع اخر سكشن، بعدين بدي ارجع للاستاذ ماهر والاستاذ بلال، ما بعرف اذا ثبت معنا، اللي بدي اسالهم كمان سؤالين بنفس الموضوع. بدي انتقل هلا يا شباب، مثل عملي نقلت لكم شاب حلاوه واعزب هلا الحديث هلا، حسن الحلبي. حسن مرق بتجربه حبيت فرجيكم اياها، لانه هو من عندنا هون من حلبة، هو على فكره يعني ما له بعيد عن الجو اللي انتم عايشينه، وعمره صغير. بدي اساله عن تجربته وتسمعوا، ما كثير دقيقتين ثلاثه مخلص، بس مشان تشوفوا مثل حي كيف وصل حسن. خلال اقل من سنه اخذ قرار انه بده يرجع على دومين البرمجه، وبعدين وصل لوظيفه وبمعاش مرتب. يعني حبلش هلا مع حسن، اول شيء كيفك؟ بطل الاسبوع الشهر الجاي شو اعزب، الله يسامحك. طيب حسن عرفنا شوي عن حلبة. اوكي، السلام عليكم. اول شيء معكم حسن سعيد الحلبي، انا من حلبة، عمري 26 سنة. انا جونيور اي او اس ديفلوبر بشركة بلبنان اسمها انتراكتيف لايف، هي مكتبة بطرابلس بس هي شركة مسجلة بامريكا، وانا بنفس الوقت كونتنت كرييتر. الهدف الاساسي تبعي من وجودي بهالمحاضرة انه اعطيكم كيس ستدي شو صار معي او تجربتي. انا كنت اشتغل مونتاج، تصوير ومونتاج فريلانسر، وكنت عم بتعلم بالجامعة كيف قلبت من هذا المجال لاختصاص. حسن انت شو تعلمت بالجامعة؟ انا هندسة اتصالات. هندسة اتصالات، طيب ليك انت بأي جامعة كنت؟ الايو. طيب حسن يعني انت شو تعلمت مواد برمجي بالجامعة؟ اوكي، اخذت جافا وخذ. مين علمك اياها؟ الدكتور ماهر. دكتور ماهر، هلا الدكتور ماهر جاي دورك، تفضل. وخذت اندرويد وخذ داتابيز وخذ اتش ام ال سي اس اس وجافا سكريبت، هدول اخذتهم بالجامعه. ملاحظه، الجامعه والتعليم اساسا ما بيعطي اكثر من 10% ماكسيموم، بتعطيكم 10% من صحيح الكلام. طيب ليك حسن، انت فتت مثل ما قلت لي تخرجت، فتت بالفريلانس، عفوا بالكونتنت على اليوتيوب، كان يعني حسن يوتيوبر اذا بدكم، وعلى فكره حسن بيحب يساعد العالم كثير، يعني بيحب اي شيء يعرفه يخبر فيه العالم. رجع بعدين حسن اخذت قرار انك ترجع لمجال البرمجه، فيك تحكي لي اول شيء ليش اخذت القرار؟ اوكي، اول شيء انا كنت عم اشتغل فريلانس، لاحظت انه فتره من الفترات انه يا حسن كان كل تركيزه جرافيك ديزاين، تفضل يا حسن. لاحظت انه انا مش هدي، اوكي كانت هوايه بس مش هذا اللي بدي اكمل فيه بقى كل حياتي، هذا واحد. اثنين، لقيت انه اللي عم اشتغل فيه يمكن في موضوع من الحرمانيه، موضوع ديني، فقلت انه خليني ابعد عنه. ولقيت البرمجه انه هي اقرب شيء له، خاصه انه انا كنت شاطر كثير بالجافا بالمواد هذول، فكنت شاطر فيهم، عارفين حالي انه انا بدي ارجع، بس ما كنت عارفين امتى بدي ارجع. طيب ايمتى اخذت القرار؟ اخذت القرار ب 2020 للصراحه بشهر 2.
بس دليتني ل 2021 شهر 2 لاجتني اول فرصه وقدرت ارجع للبرمجه. بلشت الرحله مع حسن من 2/2021 ماشي الحال. طيب حسن قلنا كيف عملت شو عملت؟ طيب اول شيء انا اللي صار معي انه كنت عم اشتغل مع شخص مونتاج وتصوير بس كنت عم بترك يعني اخر شهر لي معه، فاجا صدفه قال لي انه انا عندي سيرفر بدي حدا يبرمج له، هي جيمنج لعبه يعني ما له علاقه ولا شيء اخده. فقلت له انا مستعد، وهيك بلشت كفريلانس معه. كنت بس طلع مصروف الانترنت حرفيا هذا اللي بلشت فيه. قلت له يا زلمه انا ما بدي منك مصاري، بدي منك بس مصروف الانترنت اللي حصرفه. فبلشت فريلانس، وكان سبحان الله في عندي شباب رفقاتي اللي حوالي عم يقولوا نحن عم ناخذ عند روني رزق يلي هو هلا عم يقلكوا عنه خلفيديا مع ليزر، كمان هو بيعطي لحاله. فبلشت معه فول ستاك تريننج بشهر 2 الحديث، شهر 2 اخر شهر 2 شهر 3 وبلشت معه. بلشنا معه اول شيء اتش تي ام ال سي اس اس. حسن قديش الكلفه تبعت التريننج تقريبا؟ قديش كنت تدفع؟ هلا كانت تقريبا بحدود ال 20 دولار، بس كان يعني تقريبا شيء 200,000 تقريبا بلشنا. هلا بعتقد تقريبا شيء 400,000. طيب كف 500,000. نعم 500. بس مش مع ليزر، ترى عم بحكي خاص مع ليزر ما بعرف قديش. اوكي مع ليزر اقل ب 100,000. نعم كف. طيب بعد اللي صار انه كليت معه عم بتعلم. اول شيء تعلمنا اس تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت، بعدين انتقلنا للنوت جي اس يلي هو فريم ورك، بعد النوت جي اس خدنا انجولر، بعد الانجولر خدنا دوت نت كور، بعدين خدنا داتابيز، وبعدها رجعنا على رياكت نيتف. بهالفتره اللي هو هذا حسن هذه هالفتره كلها هذه بالدوره ما هيك؟ هذه بالدوره، وانا بنفس الوقت كنت عم بشتغل فريلانس تبعي. بس سؤال بس انت بهالدوره كنت مركز يعني ما انه عطيه؟ اكيد ترى انا وقت بلشت برمجه كنت اقعد 13 ساعه باليوم. 13 ساعة من الساعة 12 الظهر للساعة 3 الفجر كل يوم بخال. طيب حسن هلا انت بعدين بعد ما خلصت تريننج شو عملت؟ طيب شوف يا شباب، حسن خلص البيزكس تبعك، صار عنده مش حاول كفي، صار عندي فكرة عن الفرونت اند والباك اند كيف يشتغل، هذا أهم شيء كان عندي. بعدها صرت أقدم على الشركات، في شركات انقبلت فيها، في شركات رفضت فيها، في شركات عملت انترفيو. كيف صرت تقدم؟ اوكي طريقة التقديم بسيطة، يا لينكد ان يا يجي هلا على لينكد ان. في طريقتين تقديم، يا تقدم ايزي ابلاي يلي هي بكون انت رافع السي في تبعك على لينكد ان، يا بيكون حدا مثلا بيعت لك يا بيقول لك انه مثلا هذا الايميل ودي على السي في تبعك. اوكي خلص عبر لينكد ان كفي. فلي صار انه قدمت على كثير شركات، بالاخير الشركه الاخيره اللي انا بلشت فيها الكارير تبعي مثل ما بيقولوا هي اوريسكو. بلشت معها كتدريب اول شيء باك اند، يعني انا فتت معهم على اساس نوت جي اس ديفلوبر لمده 14 يوم. بعد هال 14 يوم انا كنت اول من مشتري ماك، فتعرفت الشركه انه انا معي ماك، قالوا لي ليش ما بتقلب اي او اس ديفلوبر، برمج اي او اس. قلت لهم انا ما عندي مشكله بالموضوع. فهون بلشت، اعطونا هو التريننج. حسن بدي اعلق لانه حسن بيشتغل جرافيك كثير بيهمه الماكنتوش اللابتوب ماك، عرفتوا كيف؟ باكين معه ماك، فكنت سبحان الله كانت فرصه له انه ينتقل على دومين تاني. تفضل. ايه اوكي. فانا اللي صار معي انه قلبت اي او اس، وهو الكورس لازم ياخذ معي شهرين، انا اخذته خلصته الكورس ب 12 يوم حرفيا. وبعد هو على يوديمي كورس يوديمي. صحيح كورس يوديمي. على فكره اللي كان عم يسال في الدومازيل اللي كانت عم تسال انه كيف بتطبق، على فكره اليوديمي هن عندهم منصه للتدريب يعني بتطبق اونلاين دغري، وما فيك تنتقل الى ستيب الا ما تخلص ستيب الاولى بشيء اسمه كولاب. نعم كفي. جوجل طيب. جوجل لاب. كنت اقعد تقريبا شيء 8 ساعات درس لخلص على الكورس، لانه كنت عم بدرس وطبق بنفس الوقت، كنت احضر الفيديوهات والتطبيق بنفس الوقت، مش انه عم بحضر ويلا برجع طبق بعد. انت حسن الانجليزي تبعتك كيف كان وضعك؟ طيب الانجليزي تبعي مقبول لانه انا منيح يعني ماشي حالي، واللي ساعدني اساسا انه اول انجليزي تبعيتي هي كتابه الايميلات. انا كنت كثير اكتب ايميلات بشكل مو طبيعي. اثنين انه اسمع انجليزي منيح. كل يوم يا شباب، كل يوم بالشباب بالشركه تبعتكم بدك تعمل ديلي ريبورت، كل يوم بدك تبعته بالاجمال يعني، خصوصي اذا واحد سينيور. هي كف. ثاني شيء الكتابه الكتيره كمان غير الايميلات، انه انت عم تكتب كود فبدك تقرا اوقات دوكيومنتيشن وهالامور، فصير كمان عندك القرايه فكتير كمان بتفيد. واكيد لما تسمع انه اغلب الفيديوهات والكورسات اللي بنصحكم انا اساسا بدكم تروحوا تتعلموا وروحوا على الانجليزي.
طيب السؤال شو استاذك بفري كود؟ اوكي كرمال الفري كود، انا بس بدي احكي انا معي شهاده من هذا الويب سايت بالجافا سكريبت فري كود كامب. هذا اذا بتقدموا انتم على كودي، لا تقدموا على كودي شرط، مش شرط كودي، انا يكون عندكم 300 نقطه بهذا الويب سايت ترى. هو بيعطيكم الاساسيات تبع الجافا الكودي. لحظه شوي يا حسن، الكودي اذا كنت تقدموا عليها اللي حكيت عنها من شوي بفوتوكم على موقع بيكون جمعوا فيه 300 نقطه، يعني هو كله اسئله بجمعوا فيه سي اس اس وهيك، بس اللي معكم 300 نقطه بحلكم تكفوا معه. اوكي كفي. اوكي كمان اكيد هلا في نحن عندنا الميوزك، عندنا الافلام، حاول انه ما ركز على الترجمه، ركز على الانجليزي، اسمع انجليزي اكثر شيء، فهذا الشيء بيساعد. انت بهالفتره كنت عم تعمل سويفت هيك؟ صحيح كنت عم اتعلم سويفت، اي او اس ديفلوبمنت سويفت. هلا اوكي نحن بالموبايل في عندنا طريقتين، يا شيء اسمه نيتف نيتف يعني يا اندرويد، الاندرويد عندك كوتلين او جافا، وبالاي او اس عندك سويفت وكانت اوبجكت سي سي قبل. لحظه حسن، انا ما بدي فوتهم بتفاصيل كثير، بس بدي اقول لك انت بتذكر خبرتني انه قبل ما تخلص التريننج تبعك، لانه هيك حيخلص وقت معي 10 دقائق، قبل ما تخلص التريننج تبعك قلت لهم، قلت لي انه بلشوا يعطوك تاسكات كانك موظف عادي. صحيح بتتدرب غيرك 100%. اللي صار وقت صرت معهم تريننج بالشركه، انا وانا بعد 14 يوم صرت بالشركه، بلشت اول شيء تريننج مده شهر، بعد حال تريننج مده شهر فتت على ريل البروجكت، سلموني ريل البروجكت، وهون صرت اتعلم على جيت هاب، اتعلم على سكرام ماستر، سكرام على الجيرا وعلى الامور كلها سوا، وبنفس الوقت صرت ادرب حدا من الشباب اللي طلع من التريننج اعطيه الخبره اللي اخذتها بالشغل الماضي. لك يا استاذ بدي اسالك سؤال، هلا انت بعد ما خلصت هالفتره التريننج بالشركه قالوا لك انه نحن ما بقى فينا نكفي لك تريننج، اول الشهر في عنا جوب اوبورتونيتي وبتقدم عليه، ما هيك؟ صحيح. طيب بعدين انت بتذكر قلت لي انه انا ما بدي، ما ضروري ارجع لهذه الشركه، صار انا عندي خبره بدي اروح على الشركه اللي بدي اياها، صح؟ صحيح. رجعت شو عملت؟ اوكي، بعدها اللي عملته فتح على لينكدين وبلشت اقدم، اوكي في شركات انقبلت فيها، في جاني عروضات شغل كثير. شوفوا عنده خبره يا شباب، عمل تريننج لثلاث شهور عم يجي عروض شغل كثير، سمعته تكفي. يعني انا اللي صار معي انه خلال شهر واحد عملت لي فوق السبعه انترفيو او ثمان انترفيو، بيناتهم اثنين انترفيو مع شركه عالميه اللي هي تريفاجو بالمانيا. نعم. بس من وراء اربع شهور خبره اخذتهم. طيب. اي متى بلشت الشغل اللي انت فيه هلا؟ اي متى بلشت فيه؟ انا بلشت فيه بشهر ثلاثه، يعني بعد شهر حرفيا ما تركت الشركه الماضي اللي قبلها. يعني شباب رحلة حسن بلشت ب 2021، ب 3/2022 كان مبلش بأول جوب ماشي الحال وقسيته هلا فيه، صح يا حسن؟ صحيح. طب حسن ليك بدي قبل ما أخطب معك بدي أو إذا بدك بس بدي منك هيك نصيحة هيك عجيل صغير لهالشباب بتجربتك. طيب من تجربتي أنا هلا في أمور كثيرة، بس أنا للصراحة بحب ركز على كذا نقطة. اول شيء انه حوط حالك بشباب بيحبوا يطوروا حالهم ويشتغلوا على حالهم، يعني ما تخلي رفقاتك انه طول القهوه كل الوقت. يعني انا مثلا مين كان واحد فيني؟ حسن حمود يلي هو هلا حاليا بماتا. عندك شباب كثير كانوا عم يشتغلوا على حالهم. انا مثلا كيف تعرفت على روني رزق؟ من الشباب اللي حوالي. شباب يعني البيئه اللي حواليك هي بتدفشك، يا بتاخذك على القهوه يا بتدفشك لوين على 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 الشغل. ثاني نقطه، ثاني نقطة البيئة كمان، انه اغلب الشغل بيجي عن طريق علاقات، يعني مثلا فلان بيعرف انه في شغل بيخبرك انه شو اسمه، مثل مثلا خلفيت يا شباب اللي قاعد ببيته وعم يسب الدولة ما عم يلاقي شغل مغلط، بدك تطلع من البيت وتبلش تبري، بدك تشارك بالمجتمع، بدك تكون معروف بالمجتمع، تكفي. اوكي بدك تعرف تصيد الفرص، يعني تجيك الفرص بدك تعرف تصيدها، مثل ما صار معي، انا كنت على اساس مقدم عندهم باك اند اي او اس نوت جي اس، وقت اجتني الفرصة انه اقلب اي او اس دغري نطيت نط على اي او اس، و فعرفت انه اصطاد الفرصه اللي اجتني، فلازم الواحد يعرف يصطاد الفرص اللي بتجي. تمام تعرف مستواك ويكون واضح بالسي في، ترى هيدي النقطه كثير 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 مهمه، انه ما تروح تكذب بالسي في كثير. اوكي بيقولوا باهر بالسي في، بس حط مستواك الحقيقي، مش انه ما تحط شغله ما بتعرفها وانت تقول ما بتعرفها، لانه حيسالوك عنها حرفيا، راح يسالوك عنها ما تكذب يعني. نعم اوكي، وكون عندك انه كون عندك استعداد تقعد قدام اللابتوب، انه نحن مجالنا حرفيا كل وقت قدام اللابتوب، بدك تحط كون استعداد انه تقعد من ساعات 10 ساعات،
يمكن يقعد معك باج 10 ساعات ما تعرف تحله حرفيا. فهذا المجال فيه كتير باجات وبدك تعرف كيف بدك تحله، فعندك يكون عندك صبر واستحمل ان تقعد هذا الفترات. بالاخير في عالم يفوت على الاي تي بيقولوا لي انا ما فيني اقعد قدام الكمبيوتر ساعتين، طيب ليه فت على الاي تي اذا ما فيني اقعد قدام الكمبيوتر ساعتين؟ نعم عندك شيء هذا الاكثر شيء عندي هون اساسيات للصراحه بهذا المجال. طيب استاذ ماهر انت سمعنا شيء؟ ايه معك على الخط. كيفك يا دكتور؟ كيف حال الاستاذ؟ استاذ كيفك يا استاذ؟ كيفك يا استاذ؟ استاذنا الكريم هذا تلميذ من تلاميذك وكثير ناس بتتحجج بالجامعه انه ما عم ياخذ شيء، هذا اللي تفضل اخذ جافا مثله مثل غيره، حتى المواد اللي عم ياخذوها بالال اي يو لانه هو اختصاصه تيليكوم اقل من اللي بياخذوها حتى اللي اختصاصه من الكمبيوتر ساينس صح؟ ومعك الحمد لله ما كان عنده ايام مشكله قلع ومشي حاله صح؟ صحيح 100%. في كومنت بدي شي كومنت من عندك. اول شيء الله يجزيك خير على المحاضره وسلم دعيتك وعلى المدخلات الطيبه من الشباب كلهم سوا. والله انا يا استاذ انا بصراحه انبسطت ما توقعت هيك يكون في مشاركه الحمد لله رب العالمين. وما توقعت الناس تدل هلا يعني عاده التلميذ بيقعد 5 دقائق وبفل يعني بس الحمد لله جيد الوضع. نعم تفضل. يعني الجامعه او التقاس او الالتي هم بيعطوك انترودكشن من كل شيء ما بيخلوك تصير بروفيشنال بشيء. فالشهاده هي مهمه سواء تقاس او التي او اي شيء، هي نقطه قوه بتميزك عن غيرك اذا كان عندك الخبره. بس اذا بدي لخص بس هيك بكلمتين يعني الواحد من وين بده يبلش؟ انا برايي حكتبهم هلا على الشات. انا برايي اول شيء يختار الطريق اللي بتناسبه، انه والله مثلا انا بدي بلش ويب، بدي بلش فرونت اند او باك اند او موبايل ابلكيشن. ثم يروح يختار القناه اليوتيوب اللي بيحبها اللي بحس هذا هو اللي بيشرح اللي انا بفهم عليه، بالعربي ما مشكله، يبلش بالعربي. هو عم يحضر طبعا بده يحضر حلقات ورا بعضها يطبق دغري ينقي مشروع مثل ما انت قلت. انا بحب الازياء بعمل مشروع عن الازياء، انا بحب الطبخ بعمل مشروع عن الطبخ، بعمل مشروع عن مدرسه عن صيدليه وبس بكفي هيك وهيك بكفي. هلا الشهاده هي نقطه قوه، يعني اذا انت معك شهاده كانك معك بونس زياده، لغتك الانجليزي قويه معك بونس اكثر. هذا باختصار يعني الواحد يبلش الخطوات الاولى. شكرا يا استاذ. استاذ بلال وحيد ما حكي. بلال لساتك معنا يا استاذ بلال؟ ايه معكم يا استاذ، يعطيكم العافيه. استاذ بلال بدي تعليق منك. استاذنا والله انا في يعني نقطه بحب احكي مع التلاميذ او الشباب الخريجين الجدد انه هن عندهم شيء متوفر ما كان موجود عندنا. يعني احنا صعوبه نلاقي انترنت، نروح نستاجر بالساعه بالمحلات، ما كان عندنا انترنت بالبيت ولا بالتليفون. حتى اللابتوبات ما كان عندنا. الحمد لله يعني الامور لو الوضع هلا صعب بس اغلب الناس عندها انترنت بالبيت قادره تعمل بحث. في شاب صاحبي كان دارس شيمي هلا حاليا هو بالسعوديه مسؤول عن قسم الاي تي كله ب يعني مدرسه عريقه جدا هي شوي فات. انا استاذ من شي سنه تقريبا حكاني مهندس مدني عنده خبره شي 15 سنه عم بيقول بده يعمل دورات كمبيوتر ساينس بده ونحن عم بيتعلموا كمبيوتر ساينس عم يهربوا من ما بيتعلموا. شوف المشكله وين هذا قد ما في فرص عمل. نعم يعني وقتها بلشت شغل عم بقول له انه معي شهادات كذا، قال لي شو بدي بالشهادات، انت شو بتعرف فرجيني شغل. صار يعطيني تاسكات واشتغلهم. نعم جربت صراحه اخر تلميذ التقاس يعني بحلبة ما كان عندنا بعد ال تي، كان اخر تلميذ التقاس اللي عملوا ستاج ما كان فيها هالجديه الموجوده يعني. نعم. قالوا في حدا من الناس والله بعرف يا استاذ انا هذه مشكله الجديه حكيت عنها كثير ومع الاسف مع الاسف. نعم. في جزء سبحان الله يعني ينزلوا يفتحوا سيرش مثلا على الانترنت يعني يسحبوا انترنت بس ما يشتغلوا. وكنا خبرينه نحن بالشركه عنا انه في مراقبه لكل الشاشات لكل الشغل لكل السيرش، كنا نعطيهم الفرصه وما يكبشوا فيها صراحه. يعني هذه نقطه كانت كثير سيئه. على فكره يا شباب استاذ بلال مره عمل مبادره ما اسمح لي احكي عنك يا استاذ بلال بذكر من شيء 5 6 سنين اخذ الاوائل بالصف واعطاهم فرصه تريننج بشركات يعني. وهذه شغله منيحه وصلت الجامعه مع انه هو عم يحكي بمعهد معهد حلبة يعني مش انه جامعه. ومع هيك والله عمل كونكشن منيحه بين الشركات ويا ريت هذه بتصير يعني. بالنسبه بس للبرمجه في نطاق ثاني غير البرمجه كبرامج في. نعم. موضوع الجي اي اس اذا بيشتغلوا عليه الشباب. شو هو يا استاذ؟ الجي اي اس انه نربط الخريطه بالداتا. نعم. يعني نعم. بشركة المي بطرابلس أنا عامل خريطة لكل العدادات المي بكل البنايات. نعم. لشركة المي بيقدروا يعرفوا من الخريطة وين. نعم. عندي عطل، كيف أبعت التصليح، وين عندي سحب مي،
موضوع الجي اس كثير مهم وما بده كثير مجهود برمجه يعني. نعم. في شغل وفي معاشات يعني ان شاء الله. استاذ عمر انت معي؟ اهلا بالاستاذ. اي نعم استاذ عمر كمان بدي منك رايك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيكم العافية يا شباب. بس في شغلة أنا بدي يعني طبعا حضرتكم حكيتوا شيء كيفية، بس في شغلة أنا بدي أحكي فيها هي عم يفقدها معظم الشباب اللي عم يتعلموا اي تي. إنه أنا أول شيء بده يكون عندي إصرار إنه أنا بدي أشتغل، إنه أنا بدي أوصل لهدف. ما من أول ما أتعلم مثلا 5 ساعات أو 10 ساعات هذه الدورة المعينة يروح مل واتركها. اذا كان عم تعلم انا الدوره بالبيت، او اذا كنت عم تعلمها من خلال يوتيوب، يعني من خلال يوتيوب، او اذا كنت عم تعلمها من خلال دوره مثلا مثل السلام حلبة او اي جمعيه. فاول شغله انه انا بدي احط براسي بدي اكمل، بده يكون في عندنا اصرار، يعني بده يكون في عندنا عزيمه. بدي اقعد ورا اللابتوب. يمكن عم يقول كان الاستاذ حسان انه حسن عفوا انه بدي اقعد 8 ساعات. لا، وفعلا الاي تي يمكن نوصل ايام يقعد ورا اللابتوب 16 ساعة، ما 8 ساعات، يمكن يقعد 16 ساعة ورا اللابتوب. بس كمان في نقطة إضافية غير الأسرار، يعني إنه أنا كاي تي بدي أتعلم لغة، بدي أركز على لغة واحدة برمجة. أول كانطلاق كمبتدئ بدي أركز على لغة واحدة وأحاول أتطور فيها، ما بدي أروح أفوت بمية لغة مع بعض بنفس الوقت، هذا الشيء بده يضيعني، بدي أقعد على جنب. بدي انطلق بلغه واحده ركز عليها، اعمل دورات فيها، اكمل فيها، وبعدين كل اللغات البرمجه متشابهه. يعني لو صار لي اي وظيفه او اي تدريب بلغه برمجه ثانيه راح اقدر اكون اواطاي وكمل فيها. فاللغات البرمجه متشابهه مع بعضها. بركز اول بالمبدا بركز على لغه واحده، بعمل فيها بروجي، بكون فيها انا اواطاي، بطور حالي فيها للماكس، يعني لو قدرت اوصل فيها للماكس. وبعدين مهما بزت حالي باي لغه برمجه انا برايي بيكون الشاب هون اواضاي وبيقدر يوصل. في نقطه كمان بس بالنسبه للشركات يلي بتستقبل متدربين، ما ممكن كان بيستقبل المتدربين بشركات البرمجه، لانه بده يصرف عليه وقت، وهذا الشيء يعني بدهن، او يكون الشاب اللي هن عم يحسوا هون بدهن يدربوه، بدهن يستفيدوا منه بعدين، لانه هذه شركات خاصه من الدوله، حتى نروح بالواسطه. يعني اذا بي عنده شركه برمجه وما بده يستفيد مني، ما بده يطلع من وراي مصاري، ما راح يوظفني عنده. فاهم شيء انه نحن نعرف انه شركات البرمجه بدها الانسان الجدي يكون قدامهم، الانسان اللي بده يوصلوا هن بيه، لا يشوفوا انه هو عنده هدف فعلا وبده يوصل له. فاول شغله في اخت هلا عم تسال شو البرمجه، اخت عم تسال شو الهدف قدامه. نعم. نعم في اخت عم تسال هلا انه شو اكثر لغه بتنصح يتعلم الواحد. كل اللغات قويه، بس في عندك انت اللغات يلي نقدر نحن نبلش فيها كبيزك نطبق فيها، ما بدها لغات مساعده، ما بدها اشياء مساعده كثير. مثلا سي شارب يلي هي فيني دغري اعمل فيه، بلش فيها انا من الصفر، بلش اطبق مثلا 1+2 بيطلعوا لي 3 دغري شوف النتيجه. غير انا ما اقول انجولر مثلا يلي هي بدها تدخل بقلب لغات ثانيه. في عنا الفلاتر كتير قوية، في عنا البيسون، عنا هول يعني فينا نبلش نحفينا من الات من الا للزد، عرفت كيف؟ في، وطبعا في الشباب هون بيعرفوا كتير اسف شو في عنا مهم بسوق العمل. كل اللغات مثل ما اتفقنا هي مهمة، بس في عنا نحن اللغات اللي بدنا ننطلق فيها كمبتدئين هن بينعدوا على الأصابع أنا برأيي كمبتدئ، غير انا ما اكون بروفيشنال وصرت بعرف عندي خبره وفيني انا افوت بهذه اللغات يلي هي بتساعد اللغات الاساسيه. نحن في عندنا لغات اساسيه بننطلق فيها، وفي عندنا لغات بتدخل بقلبها، بتدخل دخول بقلبها بتحسنها يعني. فنحن كمبتدئين في عندنا لغات اساسيه انا برايي بدنا ننطلق فيها ونطور حالنا فيها، ونصير بعدين قد ما فينا نعمل دورات مثلا بالاشياء المساعده بيكون تمام. هلا في اخت عم تسال انه الذكاء الاصطناعي بيحل محلنا. هلا هذا دو ما زال سؤال يعني شوي خارج عن الموضوع، بس هو اذا قصدك كمبرمجين، عفوا استاذ محمد ما بعرف شو محمود، اذا كمبرمجين مفترض لا، لان انت اللي عندك حد برمجه يعني، بس كيوزر ممكن يحل محل الانسان بكثير محلات، هو اصلا عمل كرمال هيك.
بس انا هلا بدي قبل ما اختم بدي اول شيء اكيد بدي اتشكركم، بدي اتشكر الاساتذه الكرام. ما بعرف اذا حدا عنده شيء سؤال قبل ما اختم. بس بدي اسالك سؤال بخصوص انه اذا الواحد بده يبلش فرونت اند، هلا نحن اخذين HTML واخذين CSS بس ما لنا اخذين هالقد، يعني بعدين بدنا نبلش بالباك اند، باك اند عرفت كيف؟ فلازم نبلش اول شيء نتعلم HTML وCSS بعدين نبلش مثلا جافا سكريبت او بايثون او كيف؟ حدا بحب يجيبه؟ استاذ انا اذا ممكن. بعتنا اثنين لينكس على بالتشات هوني، رود ماب للفرونت اند ورود ماب للباك اند، بتفوت فيها بالتدريج حاطين لك، في عندك كذا اوبشن بكل نقطه فيك تنقي من بيناتهم، من بيناتهم اي لغه برمجه بدك تنقي بالباك اند واي فريم ورك بدك تفوت واي داتابيس بدك تتعلم، وكل هالمواضيع محطوطين بشكل كتير مرتب فيك تنقي من بيناتهم. هلا بنرجع بنشاركهم على المجموعه على الواتساب ان شاء الله. ان شاء الله انا كمان احط بس اذا فينا نسال السؤال. تفضل. بخصوص جمعيه كودي هلا مدي لينك وعم تستقبل يمكن متدربين، بدها 300 نقطة تعمل كويزات. صحيح. ايه انه شو بس فيها كل شيء، يعني بايثون جافا سكريبت HTML فول ستاك. هي فول ستاك هي ايه لكن هي فول ستاك حتى مع الانجليش كمان، يعني شيء منيح انه نبلش فيها، يعني انه اكيد اذا بيقبلوك اكيد روح، انه هني اول شيء ما بيقبلوا دغري، بدك تعمل اول شيء لا بدك تعمل معهم اول شيء بدك تجمع 300 نقطه، بدك تعمل معهم انترفيو. بس خال يمكن قصده على خال بعد اذنك يمكن قصده على 300 نقطه، قصده انه شو اللغات اللي ب 300 نقطه اللي بتجيبها، ما هيك قصدك يا كريم؟ بكذا دومين، في سي اس اس اتش تي ام ال كل شيء. ايه بس هو مبدئيا كل شيء انه شيء منيح انه نبلش فيه، انه بتعطيك اكيد اكيد اذا بتسر لك تفوت على كودي ما تقصر. هلا هدول كودي واسكي فاكتور كثير مهمين، لما بس مشان العلم اللي بقلبه اكيد ما عم يشتغل بيعملوا لك شغل كمان العلاقات، يعني النص الفكره بيطلع الخبره والعلم، والنص الثاني اللي العلاقات بيطلع لك، بس اكيد ما حيكلموا على ممكن لغات الارض، يعني فرصتك انه حي فرصتك متكامل ما بين فرونت اند وباك اند، مش كل حيعلموك يعني بس بعد اذنكم. هو يمكن قصده انه 300 نقطه بده يجيبها، انت بس تفوت على ويب على حسن مش قصده هيك، هو قصده انه انا بيبسحني فوت على الكودي ولا لا، يعني عارف كيف هيك بده عم يسال السؤال. فهمت سؤاله. ايوه حدا هسه عنده سؤال؟ هلا بالنسبه لهيدي كودي، طب اذا نحن نقدم عليها لنقبل او لا كيف؟ في رابط حتى موجود بالبرزنتيشن، بتقدم عليه ابلكيشن بعدين هني بيطلبوا منك بيسألوك أسئلة منا هذا الرابط، بتعبي منه بدك تجمعي فيه 300 نقطة حتى تنتقلي للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية بيعمل معك انترفيو، الانترفيو بيسألوك فيها أسئلة بتأكدوا من وضعك قادرة تلتزمي ولا لا، بيشوفي شو عاملي بروجيات، بعدين إذا اقتنعوا فيك بيقبلوك. طب بس سؤال، وين مركزها هي الجمعية؟ هي متنقلة بس هلأ بتعمل بمور الياس بالمينا، هلأ بالشمال مركزها بالمينا بمور الياس. غرفة التجارة يمكن؟ نعم؟ غرفة التجارة يمكن؟ لا 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 لا، الليزر بغرفة التجارة عم تعمل، أو عفوا لا هي ما أنا بغرفة انترفيو. هي لا معقول انترفيو ما بعرف، بس انترفيو تدريب تبعهم عم بيكون بمور الياس، تدريب تبعهم بمور الياس عم. أيوه الشمال ببيروت عنده نقطه ثانيه في فيسبوك او شيء بوصلوا معهم بيعطوكم تفاصيل. ايه انا بس اعطيك الرابط بتعرف كل شيء، بتفوت على الرابط بس ابعت البرزنتيشن فيها كل شيء. تمام، بس اذا بتودوا لنا الروابط على الجروب الواتساب انتوا فوتوا على الجروب الواتساب وان شاء الله كل شيء بتاخذوا. استاذ واتساب سؤال انا. تفضل. ممكن بس انا مثلا انا عندي مثلا بحب انا لغه ال HTML CSS جافا سكريبت بحب كافي فيهم، يعني انا بكفي مثلا فرونت اند احسن لإلي اذا انا بدي احب الثلاثه هول وبحس فيهم انه انا منيح. في حدا جايبه من الاكسبرت لو سمحتوا؟ ايه استاذ ماجد، انا بحس انه لازم تكفي فرونت اند، هدول فاونديشن للفرونت اند بس بدك تتعلم اشياء شوي ادفانس، بس فيك تبلش فيهم، وكمان هيدي المعلومات موجوده على الرود ماب اللي بعتناها لباث الفرونت اند. طيب يعني انا مثلا كافي كمان انه غير هدول الثلاث لغات مثلا كافي كمان جي كويري وسويفت وهول الفرونت اند؟ كله موجود على الالستريشن اللي بقلب اللينك بتفوت عليها. يعني انا بس انا سؤالي الواضح الاساسي، يعني انه انا مثلا خلص اذا بحب هول الثلاثه الاحسن انه كافي بالفرونت اند بلا ما تطلع على الباك اند. هلا معك صح. ركز على الفرونت اند برايي. تمام بس هيك، شكرا. تفضل.
اوكي استاذ فادي، انا بس كان عندي مداخله بس حسين ليك انت اذا فتت بالفرونت اند بعدين ولقيت حالك شيء زعجك رجع له باك اند ما في مشكله. عندي فكره من الموضوع انا، بس انا بدي اعرف انه لانه ما بعرف منين نبلش صراحه. نعم نعم اوكي. هو ليك استاذ حسين عطى رود ماب، بتعرف شنو رود ماب؟ يعني عطى طريق بتمشي فيها ستيب باي ستيب اذا بدك تعمل فرونت اند، او ستيب باي ستيب اذا بدك تعمل باك اند. فهمت كيف؟ طريق على 10 صراحه. هلا بعرف، هلا صرت بحب فود الاو ان شاء الله. اوكي تفضل يا استاذ حسين. استاذ فادي كنت بدي اقول انه والله المحاضره كانت كثير حلوه والنقاش كثير حلو، بس كان يمكن في شغله واحده ناقصه، هي موضوع انه ما حكينا من طرف او من وجهه نظر الانترفيور او الشخص اللي عم يعملنا انترفيو. يمكن الاستاذ امين هو مسؤول بشركه نت ويز، وما بعرف اذا بيتدخل بموضوع الانترفيو بروسس، لانه في شغله الشباب بتضيع فيها، بتفكر انه هي اذا تعلمت او انه بتعرف صارت قبولها هين. هو موضوع الانترفيو مثل لعبه، يعني بغض النظر اذا بيعجبنا الموضوع او لا. تخيلوا انه انتم لتفوتوا على الشركه بتكون تلعبوا لعبه ماريو وتوصلوا على المرحله العاشره لحتى تنقبلوا، بغض النظر عن خبرتكم شو. نفس الشيء بموضوع الهايرنج بكل شركات العالم، اكثر شيء بيركزوا بالديتا ستراكشرز والالجوريزمز. يعني عملت انا حليت شيء 8 او 9 اسئله بالبروبلم سولفينج بهذول الاشياء بميتا. ما بعرف اذا الاستاذ ايمن ممكن يخبرنا شوي من وجهه نظر الانترفيور هن شو بيسالوا خصوصا بنت. لا انا بفضل انت حسن، لانه عندنا صراحه ما كثير بيركزوا على الداتا ستراكشر. يعني انا بركز على شيء يكون قريب على البروجكت، لانه اجمالا الهايرنج بيكون بروجكت بيس. هو هو بس انا خليني اكيد حسين هلا انت حتجاوب، بس خليني اعطي اضافه واحده. يا شباب انتم بالسي في كاتبين شو بتعرفوا، هن اول شغله بيتاكدوا انه انتم كاتبينه صح ولا لا. بس اهم من هيك، اهم من هيك، يمكن بعوض ما يسالوك اي سؤال بيسالوك شغلات بشخصيتك انت، لان انتم طبيعه شغل الديفلوبر هو تيم وورك. اذا ما بتعرف تحكي مع العالم، بتعصب دغري، ما بتعرف تتناقش مع المدير تبعك، ما بتاخذ تيم، يعني هذه امور كثير بتهمهم. يعني مشان هيك اوقات بيتفاجئوا الناس بيعملوا انترفيو ما بيسالون ولا سؤال تكنيك، كله يسال اسئله بتحسها شيء له علاقه بالشخصيه تبعتك. انت قادر تعمل كوميونيكيشن ولا لا؟ عندك قدره تواصل ولا لا؟ عرفت كيف؟ هذه كثير مهمه، مشان هيك اللغه هون كثير مؤثره. تفضل يا حسن. ايه استاذ، هلا بالجوب ماركت بلبنان ما بقتني كثير متاكد كيف الانترفيو بروسيسز، بس حتى بضل في موضوع البروبلم سولفينج بيركزوا عليه، لو منه بكل الداتا ستراكشرز على القليل الواحد يعرف يحل بموضوع الهاش تيبلز او الهاش مابس والاريز والسترينجز والاشياء هدول البيزكس. هلا انا هون باوروبا خصوصا بشركه ميتا حتى، يعني ما سالوني ولا شيء خاص بالبرودكت او شيء خاص بالخبره ولا شيء ريليتد ولا لغه برمجه. اللي انسالته اكثر كان في 8 كودينج تشالنجز حليتهم بكل الداتا ستراكشرز، في اللينكد ليست، في اريز سترينجز تريز وفاريشنز من هدول اللينكد ليست والسورتنج الجوريثمز والسيرشنج الجوريثمز. وفي موضوع مثل ما قال الاستاذ فادي، موضوع البيهيفيورال انترفيوز بيشوفوا شخصيتك، وكان في موضوع كروس فانكشنال انترفيو بيشوفوا بالكولابوريشن مع بقيه التيمز كيف انت بتتعاطى وكيف بتجاوب، وهيك كله بده يكون بروفيشنال. يعني حي الله حدا من هون اللي عم بيقدم على الشغل، ممكن اذا سالناه مثلا نعرف لنا عن حالك، اللي هو اول سؤال بنسال باي انترفيو، ما حيعرف يجاوب. فكمان هدول الاشياء الواحد لازم يكون محضر لها. وفي اكيد موضوع سيستم ديزاين للي عنده خبره، بده كمان في عندنا ريسورسز داخل هالاشياء. استاذ حسين ان شاء الله هذا موضوع الانترفيو ما بعرف قد يكون له شيء محاضره لوحده، بس اكيد واحد بده يحضر قبل يروح على الانترفيو. اكيد هذا، يعني ما واحد بيروح حكي كيف ما كان، طريقه لبسك، طريقه حكيك، طريقه كله هذا له علاقه. بس انا صرت كثير، يعني ما بدي كثير اطول المحاضره، بس اكيد الانترفيو هي مفتاحك لدخول الشغل، يعني مشان هيك ما فيك تهمله ابدا. انا بقدر اقدم شغله وحده للشباب اللي بيكون عندهم كودينج انترفيوز او كودينج انترفيو يعني بشكل خاص، انا بقدر اعمل معهم موك انترفيوز كتحضير قبل ما يبلشوا، بس اكيد بدهم يكونوا على القليل ملمين باساسيات الداتا ستراكشرز وال يعني لحظه بس هيك تعليق على قوله استاذ حسان، انه عم يقدم على شركه الميتا، على شركه الميتا ورجعوا ردوه على الداتا ستراكشر. شوف سامعين كيف؟ مش هناك يا شباب، رجعوا تمكنوا بهالمفاهيم، هذه شغله مهمه، ما تفكروا ولا لعب. الداتا ستراكشر بكون ترجعوا عليها كلها، عرفتوا كيف؟ هذول الليست والهاش تيبل وهذول كلهم والدو والوايل، هذول لازم تلعبوا فيهم لعب. يعني مش هيك البارتي التاسيسيه كثير ركز، مشان هيك كثير ركزت على البيزكس. هلا بس تسكروا المحاضره، بلشوا بالبيزكس من هلا، ضغري بلشوا، رجعوا للمفاهيم المضبوطه، لانه متى ما تمكنتوا منها الباقي صار سهل، كله سهل صار.
فهمتوا علي؟ مش هناك الكورس اللي حطيته الاس اي فاكتوري فري على فكره، اللي حطه اللي تبع يوديمي فري، فيكم تحضروه عن هلا. ده فاندمنتالز. هلا استاذ حسان، انت بتجربتك اعتمدت شو على الليد كود مثلا ولا شو التدريب؟ صحيح صحيح. لحل البروبلم سولفينج سكيلز على الليد كود، يمكن اذا حدا بعده مبلش الليد كود يكون شوي صعب، ممكن على هاكر رانك او شيء. حطوا لهم يعني تكم لينك. بس يعني الفكره اللي عم بحاول اوصلكم اياها من سؤالي للشباب انه الفاندمنتالز خذهم من اي حدا يوتيوب او من اللينك اللي حطه استاذ شادي او اي حدا. بس بعدين لما كنت تتقدم وتقدموا على انترفيو بشركه ثقيله مثل ميتا اللي عم تقدم عليها اللي مش في حاله فيها استاذ حسن، او بعض الشركات اللي هون بلبنان اللي بيستعملوا هيك نوع من الانترفيوز، بتكون ما انه بس مجرد خدنا اساسيات. واذا بدنا نتدرب مثلا على 200 سؤال او شيء من اللي مطروحه بالسوق لحتى نقدر نتقدم. إذا يعني أنا, 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 أنا أستاذ أمين بدي أستغل بأنه في إكسبرت معنا هون عن جد، كل واحد لازم يلعب دور. يعني هلا مثلا حسان إذا أنت فيك تعمل شي برزنتيشن عن الانترفيو، أنا بعرفك هلا أنت مشغول بس ما ضروري هلا بعدين. حتى أستاذ أمين يعني أي كونتنت بتحسوه فيكم تعطوه بفيد بحياة العملية، والله يا ريت. لو إنه سجلت محاضرة نص ساعة وحطيتها على اليوتيوب بدون ما تعمل انتراكشن تسجلها على ريحتك، ما أنا غلط، بالعكس كثير مهم. يعني انا تجربتي مع الاونلاين كنت عم سجل للتلميذه، بعدين فاجأت انه في ناس من الجزائر عم تحضر المحاضرات وعم تسالني اسئله كمان. يعني عن جد فيها فائده، فيها اجر كتير اكيد، وفيها فائده كتير كبيره. مشان هيك عن جد اذا بتحسوا في شيء محتوى لازم ينعطى، لو سجلتوا له واحدكم وعملتوا له ببلش كتير بنصحكم فيها، خصوصي انتوا عندكم خبره. هذه النقطه حاجه انا كنت بدي اقولها بوقت لما ذكرت موضوع المحاضرات عم تعملوها بالجمعيه. محاضرات الجمعيه طلعت وقلت انه عم تحبط الشباب اللي عم بيقدموا، في ناس ما عم تحضر. فلا الافضل ونوعيه الصوت ما عم تكون منيحه صراحه يعني، حتى الفيجوال. لا لك هلا لك يا امين فيو جي اس، بس اول محاضره كان في مشكله بالصوت، بعدين صوت كلها منيحه يعني. لا لا بس اول عام حتى مشان ما ينفوت بقصه انه مل او مل، يتسجل الكورس على حدا وبكواليتي منيحه. انا هذا اللي عملته، انا هذا اللي عملته بالقناه تبعتي، انا هيك عملت، ستسجل الكورسات لوحده، يحضر عندي تلميذ او ما يحضر حدا يعني، وبعدين حطهم على اليوتيوب ويصيروا ساعتها ما بتفرق مين حضر. صحيح صحيح. أقول انا نعم. كرمال كواليتي الصوت بلا مدى، كرمال كواليتي الصوت، انا عندي مايك واي وقت فيك تاخده وتسجله فيه ان شاء الله. ان شاء الله. على كل حال هلا انا بدي حدا عنده شيء سؤال يا شباب؟ فيني اسال سؤال؟ مين يلا تفضل اسال. استاذنا يعطيك العافية. هلا انا الحقيقة حبيت احضر المحاضرة لحتى احاول استفيد من شيء، يعني كنت مثل ما سمعت انا بالمحاضرة كنت اكثريتي عم تحكي يعني دائما للشباب اللي بدهم يشتغلوا فول تايم بروجراميشن. هلا انا عامل ال تي اي تي بمعهد حلبة، بس كنت مرتبط بشغل بالمنطقة نعم. يعني كنت اشتغل بمعهد وهيك نعم. انا عندي الفول تايم لحتى انا اشتغل بدومين البروجراماسيون، بس انا هذا الدومين بحبه بداية، هذا الدومين بحبه كثير. وكان شيء بتعرف انت ظروف انه اليوم الواحد لك يا استاذ، انت ما بعرف من ايمتى بلشت معك، بس هلا ان شاء الله انا بتسجيل محاضرة هانشره وجاي احضرها كلها اذا بدك، في تفاصيل فيها كثير ما اختلفنا. اذا بتحب البرمجه اذا بتحب البرمجه يا استاذ، واذا بتحب البرمجه انت قطعت نص الطريق، فهمت علي؟ يعني الشغف كثير مهم بمهنتنا، وحتى الحمد لله يعني عندي القدره يعني، بس انا حابب اعرف كيف فيني استفاد ببارت تايم اني اكون عم استفاد من البروجراماسيون. يعني كنت عم تقول انه لازم اقعد برا اللابتوب 17 ساعه و18 ساعه. لا لا ما شر 17 ساعه يعني. انت انتبه، في ناس بدها تشتغل نص ساعه بالجمعه وبدها تشتغل بالبرج، ما بيمشي الحال. يعني بده يكون تشتغلك من ساعات 13 ساعه وشو اصلا يعني. انت لما بتشتغل لوحدك في دراسه خي 6 ساعات بالنهار، دراسه 4 ساعات بالنهار، بس مش لانه عندك شغل، بس مش انه الواحد بده يدرس ربع ساعه ويقدر بده ينزل على القهوه، ما حيمشي الحال، بدها جليدي القصه. طيب شكرا دا. يعني انا لما كنت اشتغل بالبرمجه اول ما كنت سيتني فريش سيتني، صدق انا شباب عم بيقول لك كنت في اوقات اشتغل 24 ساعه. تخيل حدا في يشتغل 24 ساعه، لانه في شغلات ما فيك تقطشها يعني، موضوع ما له سهل شغله، بس كان عندي شغف يعني كنت احب الشغل. بس انه واحد ما بده يعني، عرفت كيف؟ تعود التلاميذ مع الاسف انه كل شيء بده يوصل لعنده. يعني البروجي بدي انا حكيت هالحكي قبل، البروجي بده يشتغل عنه الاستاذ وبده يدبر له هو شغل، وهسه بده يروح على الانترفيو. يعني حتى تخيل مره واحد سالوه اسئله بالانترفيو بعث لي اياها حتى احلل له اياها، شيء كثير فعلا هيك صار.
استاذ عمر بدك تحكي شيء؟ نعم يا حاج فادي، بس في نقطة قبل ما نختم بدي ارجع اقولها، انه نحن عندنا 99% من الشركات اللي بتشتغل بلبنان باجي بتشتغل لخارج لبنان، يمكن ما بتشتغل للبنان، فلذلك بدنا الشباب اكثر شيء يركزوا على الانجليزي. بنرجع للكلمة اللي بلشتوا فيها طبعا، انه الانجليزي هو النقطة المفتاحية بعالم البرمجة. ما فيني انا اكون مبرمج على ضاي اشتغل لبرا بار تايم او فول تايم فريلانسر او كذا اذا ما كنت الانجليزي عندي قويه. فترجعوا ركزوا على هذه النقطه، والله يعطيكم الف عافيه يا رب. الله يعافيك يا استاذ. انا بس طلعت شوي عم باخذ سكرين شوت، استني بس انطروني. اوكي، ليك يا شباب، انا اول شيء بدي اتشكركم على الحضور وعلى المتابعه. بتمنى انكم تكونوا استفدتوا، وانا بصراحه ما كنت متوقع هالقد تنجح المحاضره بمقاييسي انا، بس بالنهايه الشيء بيرجع لكم انتم ان شاء الله. الجروب اللي عمله حسان حنتواصل عليه بعدين، وكل الماتيريال حتوصلكم ما تخافوا، حتوصلكم مع الروابط مع كل شيء. بدي اقول بس بدي اختم بكلمه واحده بعد ما اتشكركم كلكم، خصوصي الاكسبرت اللي حضروا معنا واعطونا من وقتهم. بدي اتشكركم انتم بالذات، لانه لما مهتمين ما وصلتوا. بدي اقول لكم في شغله، في مثل بيقول الناجحون متوثبون دائما. شو يعني متوثبون يا شباب؟ يعني ناطرين فرصه حتى يكبشوها. اي فرصه بتجيك بدك تكعبش فيها يا شباب، مش هيك اشتغل لحالك وما تخسر فرصه. يعني ما تجي تقول هي انا هلا ما معي وقت وبدي ادرس ساعتين ما معي وقت، لا لا لا، اي فرصه بتجيك بدك تكبش فيها. الناجحون متوثبون دائما. اذا بدك تكون ناجح بدك تكون تشتغل لحالك كثير، والحياه ما نهيني على فكره، الحياه بدها شغل. وانتم هلا بعمركم يا شباب، اذا خلال هلا الاربع سنين ما وصلتوا بدكم تعذبوا كثير بحياتكم هلا وقتكم، وخصوصي بالفرص العمل المتاحه. وانا برجع بعيد بتشكركم كثير، ويعطيكم العافيه، وان شاء الله بلقاءات الى لقاءات قادمه، وبشوفكم بعدين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.